Në të të dherë, në të të dherë, oh! والحكم يتوجه نحو الفار لحظات مثيره جدا في غرفه الفار الحكم رضوان رمضاني والحكم يونس دافخير والحكم عمر شرقاوي غرفه الفار موعد اسبوعي جديد على ميد راديو رفقه ثلاثي رضوان رمضاني ويونس دافخير وعمر شرقاوي غرفه الفار كل اثنين ابتداء من الثامنة والربع مساء والاعاده الثلاثاء في نفس الموعد على ميد راديو مساء الخير مساء الخير مساء الخير الصفارة وطبعا اللي كتكون ديال الجمهور هذا الشيء لابد يوقع ولكن ما عمرو كيوقع عطب تقني في الفار ديال غرفة الفار، غرفة الفار الحلقة الثانية مباشرة على ميد راديو وعلى حساباتنا على الفيسبوك، أهلا وسهلا بكافة المتابعين واللي كيف قلنا الأسبوع اللي داز في الحلقة الأولى هما ماشي فقط جمهور ماشي فقط متابعين هم جزء من فريق الاعداد الحمد لله حنا عندنا اضخم فريق اعداد ديال هذا البرنامج ولكن بينوا لي الله يرحم الوالدين بينوا لي يا. نصفروا عاوتاني خي سامي <applause> احنا غادي بلا ما ندفع الحكم عمر الشرقاوي في مكانه مرحبا بك مرحبا بك الحكم في التاريخ كيدير البيريه هذه ذاك الشيء ديال الجولف راك باش بيريا مع الجولف الجولف التوني زوين شي هذا آه مستوى عالي قدرت نقص شويه داك الصوت اخي عمر كنسمعوك جوج المرات كنسمعو هنا كنسمع راسي كنسمع ايه ديال الفار يا ودي حبي هنا يا ودي ديال الفار اذا الحكم عمر الشرقاوي حاضر في مكانه وطبيعه الحال الحكم يونس دفقر كذلك حاضر في مكانه ما سير سير اليوم فين غنمشيو انا عندي برياء اونكاستري داك الشيء من عند سيدي دار الحمد لله اللهم ادمها صلحة واحفظها من الزوال طبعا كريم نايتسي في الغرفه التقنيه توا ما دارش لك سيرات <applause> الناس عندهم موقف هذاك ويدادي سامي وانا ويدادي مشكل ويدادي سامي ماشي ويدادي رجاوي انت رجاوي ورشاوي شاوي مع غياد سير سير بزاف في الوداد ما عندنا ما نديرو على كل حال تحيه تحيه للوداد وتحيه للرجاء وتحيه للسوال وتحيه لخريبكا وتحيه لجميع الفرق المغربيه وتحيه لطنجة وتطوان باللاتي داك الشيء ما تحرقش ليا الكونديكتور <applause> 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 عبد الرحيم سابقي شكرا لانك معنا مرة أخرى والو سير عبد الرحيم سابقي ما يستاهلهاش نقص ذاك الصوت عمر الشرقاوي في داك التليفون هرسو خشي تاع التريكو لا 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 شي سير كتخرج من اه عرفتي منين وقيلا داك داك نقص الصوت ديال الكاسك ها الصوت ديال الكاس وقيل هو اللي كيدير الروتور على كل حال عبد الرحيم سابقي شكرا وسامي عارف طبيعه الحال ما نساوهش دائما معنا صافي وعبد ربي رضوان رمضاني طبيعة الحال في المكان بلا ما نمشي هنا غادي نبقى معكم إذا شكرا لكم لأنكم معنا في الحلقة الثانية من غرفة الفار شكرا سامي مرة أخرى عمر الشرقاوي فيك انت؟ أخويا أنا كنت في المغرب العميق زاكورا أه؟ ايوا زوينه الطياره للستوديو اه من الطياره الله يلا من الله يلا سعداتك من زاكوره للاستوديو ما جبتي والو جبت لكم واحد الـ واحد الـ الهديه فين هي انا كنت غادي شوف انا نقول لك انا الهديه وبعدا عاد نقول لك اه زيد في امان الله وحفظه في هذيك المنطقه تنعرف بعض الناس واحد السيد جا عندي قال لي الله يعطيك السر غادي تدي واحد الشال ديال زاكوره ها أه. هو غاتديه لواحد للرمضاني واحد يونس دافكا آه، الله يخلف عليه سميتو هذا السيد والله حتى انا ما كتعرف ما كتعرف قال لك هو صديقنا ولكن <applause> ولد الناس بحق هذيك زاكوره كلها ولاد الناس الله العظيم صراحه آه. هي شكرا جزيلا هذا 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 الكادو زاكوره احضر احضر جيتي مبهج معاه ارضى شكرا شكرا لكاع الأحباب في المكان وشكرا على اني ولا اني هذا راه لا شتي دريع الريع بحال هكا الله يعطينا دريع الريع ليلة نهار الحمد لله دريع الريع ديال ديال المحبة شكرا لكافة الاحباب في المكان وفي اي بلاصة من المغرب ملي كنقولوا للاذاعه القريبة منكم والله ما كنقولوها غير هكاك غير زعما سهوان ولا لغوان ولا شي حاجة في لأ خير من زباين ما تبقاش تشوف فيا بزاف ولكن احسن. كبرتي على راسك هكا شكون هاتوني. يا ودي بلاتي حاجه لا مادام ذكرت الناس ديال اش مشيتي دير بعدا في زاكوره. اولا خير رضوان حنا دايرين واحد القافله بكل دايرها واحد المختبر ديال القانون العام كليه الحقوق المحمديه. هذه القافله ديال الترافع من اجل القضيه الوطنيه. دوزنا في المحمديه، دوزنا في مراكش، دوزنا في تطوان. وقلنا علاش لم يكونش هذا النقاش في قلب المغرب العميق ومناطق مهمشه والمغرب المنسي حقيقه المغرب المنسي اها والمغرب اللي ما تسوصلوش الاثار ديال الكلمات اللي تدار في الرباط وتدار في في المؤسسات فكانت هذه المناسبه نمشيو لزاكوره درنا تما واحد اليوم اولا القضيه الوطنيه قضيه الصحراء المغربيه ودرنا واحد الاعلان زاكورا ودرنا بانه غادي تتبعوا عدد من المحاور وبالبرامج اللي غادي نديروها مع فعاليه المجتمع المدني الله يعطيكم الصحه زاكورا ومع المؤسسات والمنتخبين تما الله يعطيك الصحه سي عمر انت ما مشيتي فينا اخي. لا لا صار. انا متبعهم تبع <applause> <applause> تبع <تبعت> ديال عمر اش دار عمر مزيان الفكره اللي دايرين دازو ديجا دا زاكورا قبل من كنت في تطوان كنت في محطه مراكش كنظن هذه مساهمه مزيانه ديال الاساتذه الجامعيين في نقاش قضايا القضيه الوطنيه وفي نفس الوقت نقل هذه النقاشات بواحد القالب جامعي اكاديمي في المناطق البعيده على الرباط والدار البيضاء لانه الدار البيضاء والرباط محتكرين هاد النوع ديال نقول قول لي يا عمر فاش كنتي تسمح لي قبل ما قبل ما تمشي نعرفك كفين... فين فين غتحكر عليه ولكن وصلوني جوج ديال الرسائل واحد الرساله ديال العتاب كيقول لك وحييت تحسنيه اكادير طبعا غنحييو تحسنيه اكادير انا من هاد المنبر كنحيي جميع الفراقي ديال ديال البطوله الاحترافيه وديال الهوات وديال ياك يو... كريم هادشي كين كامل اي فرقه كتلعب الكره مرحبا بها انا ويونس انا ويونس آه. راحنا مستعدين اي توني ديال هذا نلبسوه اه ورساله رساله رسال آه. اخرى رساله اخرى وصلت لعمر الشرقاوي ما غاديش نقول لي منين من عند محكمة الطاس شخصية ها سير تقول لك اودي كمل الخير ديالك وكمل الحسنات ديالك وسير بهذه القافلة للكليات ولما لا بعض الجامعات الاوروبيه هيك الترافع فكره هذه فكرة هذه فكرة ايجابية قلت لك انا هذا هذا طلب والتماس وملتمس اه راه امره طبعا صافي تبدا تفعلها آه اخي عمر لا نفعلوها احنا حتى اه من غدا اه المشكل الوحيد راه تيعرفوه الناس راه حنا هذا الشيء اه نتكلموا أه باش تمشي لاوروبا وتمشي لكليات اوروبيه وتمشي هذه أه خصك واحد ولكن ولكن كاين كاين الفكره ديال الفكرة انه كاينا. انسان صافي ممتاز عمر من من غرفه الفار عمر الشرقاوي غيشوف مع المختبر ديالو لتعميم هاد القافله بداو في المغرب هذا المختبر ديالنا نعم. عنده خمسة مليون في العام خمسة مليون سنتيم ان شاء الله ترجع 5 مليون درهم اخي عمر لا 36 مليار ديال تبول 5000 درهم الصرف ديال تبول على كل حال <applause> قطعتك اخي اخي يونس دقيق قبل, قبل, أم قبل, أم قبل قليل غادي نمشي 5000 درهم لان هذه الايامات كيقدم اعانه لجميع الناس اللي محتاجين محتاجين على الرجاء طريق كبير اغلى توني داز في البطولات العالميه كامله توني بشحال انا غنخليك انا غنخليك شوف دابا ما تدوز لا سير لا والو اخي 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 سامي انا هاد المغالطات ما نخليكش تمررها تسنتي <applause> للبرلمان اليوم اولا شكرا على الهديه مره اخرى اولا اولا <applause> اولا الفريق ديال الرجاء الرياضي العالمي اللي ما كاينش شي حد ما ليه الاحترام لانه ايقونه ديال الكره المغربيه اضافه الى بزاف ديال الفرق اخرى داكوغ هذه اول حاجه ثانيا يكون عندك الموقف اللي كان عندك ولكن شوف داك التيفو اللي داروا واحد من الفصائل ديال المشجعين ديال الرجاء راه ماشي غتاخد غير التوني وانا اليوم فخور انني لبست هذا التوني لانه كتشم في ريح مغربيت احسن كلاش في التاريخ وانا سميتو كلاش كلاس لمنديلا الصغير كيفاش هاد السيمانه كنتي داير هيئه الانصاف والمصالحه مع الرجاء لا ما درت حتى شي حاجه انا انا متصالح مع كل شيء جبر الضرر والله الا التعويضات التعويضات دي ان ثلاث شحال سعر خير 5000 درهم ب 5000 درهم لانه اعتبر تقديري اعتبر بانه فريق اعلن آه من خلال المسيرين ديالو بانه عنده ازمه ماليه وفتح المجال انه يجمع المساهمات ديالنا كاين وليدات الفريق اللي ساهموا انا كنعتبر راسي معجب بالفريق ماشي راه جاوي حقيقي نكمل نكمل المغالطه اللي كيحاول هذا الودادي انه انا كندير المغالطه باش كيدير السياسه فكنظن بانه الا كان فرقه كبيره في المغرب ووقع ليها واحد التعكيله ماديه اللي قادر انا ما عندي 5000 درهم زعما هذاك جهدي كون كان عندي اكثر كنت نساهم اكثر وتكون فرقه اخرى كنحترمها صافي تيفو بحال هذا والله تنخرج انا نجمع عليك. آه لا صراحه داكشي الشيء اللي دارو في الناس تيفو نشوفوها كريم آه والناس آه يسمع آه ما يسمعوش آه ولكن يشوف اقوى شوشو. من جميع جواب اقوى من جميع كان هاي كان هاي كان يمكن كان هاي. ان تحصل هذا علاش شر خص يتم الحفاظ لها على هذه المكانه الكبيره باش كتبان وما يتمش هذا تيوصل بعض التشويش اللي يمكن يوقع في بعض الاحيان على هذا الالتراس او ذاك هذا هو الالتراس الحقيقي لا ذاك شيء كان خرافي يا صاحبي باش تعرف مهي. انه التيفو رجع حديث عالمي ولا. والتيفو الاخر انا لحد الساعه والله ما فهمته قالوا لي هذاك الشيء قارين بزاف في والله كاين اللي يعني كيقول لك شاب حسني كاين اللي كيقول ما عرفتش يا ريت يكون شاب حسني راني خليتها لك امانه تهلا فيها ما تغبنهاش تبون هذا هو يمكن التاويل غير ديمقراطي للتيفو كيف ما كان ولكن والله العظيم بصدق هذه تحيه لا لا تحيه لغرفه و... الفار للجماهير الرجاويه اللي دارت آه كلاش وطني ومفعم بتم غرابيت بطريقه حضاريه وبطريقه فيها بزاف ديال المعلمين هذو هما الرقيقيه ديال هذه الحلقه الخوت هذو الرقيقيه في فيها نوع من شي اللباس الاسود كنوع من الاحتجاج ولكن في نفس الوقت الدفاع على البلاد وهذه رساله رساله اننا يمكننا نتناقشوا داخليا ولكن اعطيني نعطيك داخليا ولكن... داخلي الله ولكن... يعطيك الصحه مشكل ولكن في قضايا البلاد انا لابس الكحل سنحتج على بعض الممارسات ولكن في نفس الوقت انا تندير شعار ضد الذين يحاولون ان يضربوا تماما وهذا ميساج حتى للناس اللي كياخذوا المدرجات فرصه للشغب والتهراس لا ممكن حوايج اخرى راقية 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 بمعنى الكلمه وكدوز الميساج وماشي ضد تدوز ميساج داخلي اه من حقك ولكن سير. اطار من الانضباط الاحترام الروح الرياضيه لهذا انا كنقول برافو شو. للجمهور ديال الرجاء ها كذلك يلا اخذ كان يونس يونس. البرد يونس تفضل كان شويه البرد كان شويه البرد سمتي واحد التدوينة سيدي عمر قلتي فيها هناك فرق كبير بين السياسات المعلن عنها بخصوص المغرب المنسي وبالواقع المعاش كلما ابتعدت عن يعني الرباط كلما ما عدت الى مغرب السبعينات حتى لا ارجع للوراء اكثر. والله اخي يونس ما كنتيش قاسي شويه؟ والله اخي يونس فاش تمشي للزاكوره وتشوف المحيط اه الى تقول اقصى من هذا الكلام اه للامانه في اللحظه اللي كنا احنا في زاكوره كان الوزير نزار بركه نازل المنطقة درعة سفيدات والزاكوره وكان اه في موضوع ديال الماء وهذا آه شي حاجه اللي هي رساله ايجابيه انا وزير هبط ولكن فاش تشوف الناس آه القصوره تما كيفاش يريبو الناس يمكن يعيشوا باقل مما يمكن ان تتصور وناس آه قانوعين والكرام وكذا راه تقول بانه ما يقع في الرباط راه ربما يحتاج سنوات باش يوصل يعني ولذلك راه هذه آه المناطق ديال المغرب العميق العالم القروي المغرب المنسي دار مجهود غير ما كافيش حتى واحد ما تيقولش شوف على مستوى البنيه التحتيه تتوصل طرق سدود ما آه فيها مطار راه حتى واحد ما تي. ولكن في المقابل زاكورا تحتاج الى شغل مستعمل. الى شغل الى بنيه تحتيه الى مستشفيات الى مصادر للدخل يعني الدخل، راه احسن ما في زاكورا الان واللي دابا تيتعرض للموت وهو هذوك الواحات. راه مدينه اذا مشيتي لها الواحات ولاو صفر. وما كاينش الماء وكاين عجز كبير في هذا الموضوع وهو اخطر دابا موضوع من العام من الشغل ومن كذا ولذلك هذه المنطقه وجهه يعني درعا تافيلات والله الا خص واحد الالتفات اكثر مما هو عرفتي اسمح لي ينسى عمر وانت كت كتكلم على هذه المناطق يمكن المشترك بيناتنا انه احنا احنا وليدات المغرب العميق يعني حنا ساقطنا سهوا في, في, في المركز كنتذكر في اطار المهام الصحفيه الحمد لله اللي درناها في واحد المرحله من 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 اقصى المناطق اللي شفت المنطقه ديال الجنوب من وجده كدوزها شويه طريق الفيكيك ابو عرفاق عين بني مطهر فين كاين الرحال وفين كاين القساوه اللي كيعيشوا دوك الناس وقيس على ذلك بزاف ديال المناطق في المغرب الاطلس كذلك اليوم احنا في ديورنا دابا وكنقولوا الله على برد فما بالك القساوه اللي غادي يكونوا عايشين هاد الناس اللي يمكن ما يلقاش غطاء ولا ما يلقاش تقاشر ولا ما يلقاش صباط ولا ما يلقاش المناطق اللي ما عندهمش الحطب باش يدفاو و و انا تمنيت لو انه ملي كتجي المناسبات والحمد لله كنا كنشوفوا في كل مناسبه شنو كان كيتحرك تحرك القوات المسلحة الملكية كتحرك مؤسسة محمد الخامس للتضامن و ولكن المفروض المفروض ل... ل... علاش ملي كنتكلموا على الجماعات الاوراش الكبرى راه نقاش شبه محسوم المغرب فين غادي ولكن غير الاوراش الصغرى كنتكلموا على بير وكنتكلموا على مدرسة صغيرة وكنتكلموا على الطريق وكنتكلموا على سقف وكنتكلموا على هذا آد... ل... 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 الدور الكبير للجماعات المحلية صحيح يمكن ما امكانيات ما يكفي، صحيح ما عندش بزاف ديال الامور، ولكن ملي كنتكلم على الجنوب الشرقي معروف بانه من احسن المناطق في المغرب اللي كيشتغل فيها المجتمع المدني بشكل لا يتصور، وبعض المرات من مالهم الخاص، ولكن حتى السلطه المركزيه والمسؤولين المركزيين في هذه المناسبات القاسيه المفروض انهم ينتبهوا الى المغرب العميق، وذلك العميق في الحقيقه ما خصهاش تبقى الى جزء من المغرب لانه كيقاسي ومن واجبنا عليهم واجب المركز انه يعطي للمغرب العميق جزء مما يستحق. قلت لك ديك المره اللي صار الاصفر ما بقاش الاصفر اليوم اخضر. مالك يا يونس؟ لا وانت كتهضر تسمع علاش انا نقرا واحد التدوينه كتبتيها البارح. اها تانا تانا قاني عليك. جبتي شي عام ونصف عام تقريبا عمر مجالس الجمعية المنتخبة يو ثمانية تنبير وبقيتي غادي كتقول وجيتي تتقول دائما ما اقول ان ابشع انواع الفساد هو الذي يرقد في الجماعات وتقارير مجلس حسابات مغرقة في التفاصيل والارقام والرياضيات بما يفقدها صداها لدى الرأي العام اما الجماعات التي يدير شؤونها محترف انتخابات فحديت ولا حرج ولا هرج ولا مرج منتخب بلا افكار ولا ابداع ولا شيء يدبرون الميزانية السنوية ويصرفون ما يصرفون ويربحون ما يربحون واش دغيا ثمانيه شو بيرو ما تمخض عنه من جماعة وصل الإفلاس أنا ماشي كنقول يونس ماشي القصد هو وصل الإفلاس القصد هو أنه بعد عام ونص كان المفروض أنه تبدا شوية النتائج العمل نتمنى ما من نكونش ما نكونش مجحف ولكن شتي تدوينة التعليقات اللي جاتني تقريبا من اغلب المدن في المغرب ما كاينش اللي كيقول زوينه كيقول هاد هاد المدينه ديالي دارت فيها واحد الحاجه زوينه ماشي كنطلبوا كنتي في مدينه ما فيها والو غدا غترجع قلت لا غير اطار كتبين حسن يمكن مدن كبيره كتحرك ولكن المدن الكبيره لا خوف عليها يونس الرباط راه رجعت جوهره لدرجه انه ممكن. الكاميرات ما قدروش ينقلوا الجمال ديالها كيفاش رجعت ولكن حيت كاين رعايه ملكيه وحيت كاين اشراف مباشر ديال السلطه وحيت وحيث باش ما نسموش المنتخبين نقولوا هما اللي داروها المنتخبين يمكن مشاو في المسطره ديال التنفيذ الدار البيضاء حنا كنشوفوا المشاكل ديالها ماشي كان غادي نقول للناس لا ما كيخدموش بهذا الحرام شفاره لا ماشي بهذا المنطق ولكن بالمنطق ديال انه الطاقه ديال الاجتهاد الاشتغال لا تتناسب مع الحجم ديال ديال الخصائص ودائما كنلح على واحد المساله يونس عمر هو انه المنتخبين ما عندهمش الابداع كيتلاقى في الاول العام كيدير الدوره كيدير الميزانيه كيبدا يصرف ما كتحسش بانه شي مدينه ولا شي جماعه ابدعت حلول اعطت هويه نفوسها وزيد عليها اكثر من هذا يونس وكنقول كتبتها وكنعاود نقولها السلطه المركزيه في جميع الحالات تستاثير باكبر نسبه ديال الرقابه الافتراضيه مم. الحكومه عليها الدق كل نهار البرلمان عليه الدق كل نهار المؤسسات الدستوريه عليها الهضره كل نهار الجماعات أصلا. اه الجماعات مخبيه مم. ويمكن المدن الكبيره عليها حتى الضوء ولكن اعتبر بدون تعميم بانه ما يحدث بزاف ديال الجماعات إضافة إلى الكسل وإضافة إلى الأمور الأخرى الغير المنتجة الريح كيسكن فيها كيسكن فيها الريح ديال الاجتهاد <applause> وكيسكن فيها الريح لأنه تقدر دير غير غير البلون داميناجمون <applause> كدي فيها تغني فيها, غني فيها. غني. بالقانون بالقانون زيد عليها الصفقات الأخرى زيد عليها وزيد عليها, وزيد عليها, وزيد عليها أردوان رضوان أنا متفق معك في واحد النقطة ديال النتيجه مخيبه للأمل. لحد الان ما غنقولوش انه يعني النتيجه نهائيه يمكن تتطور الامور ولكن على الاقل في هذه التجربه كان يتوقع اكثر مما هو واقعي علاش؟ لانه علاش علاش؟ آه. لانه لاول مره غيكون عندنا التجانس ما بين الاغلبيه في المركز والاغلبيه في الجماعات الترابيه لاول مره ثلاثه الاحزاب الاولى اللي تتشكل الحكومه هي الاحزاب المهيمنه على الجماعات الترابيه، تعرفوا بأنه عندنا 1600 تقريبا 1600 1580 ألف <applause> جماعه الاغلبيه ديالهم تيهيمن عليها الثلاثي المركز، بمعنى كنا تنقولوا بانه غيكون واحد ليكو، واحد الأثر ديال المركز على آه وهذا مكتب. مكتب. لكن <applause> لكن للتكامل <تكامل> ال... ما كان وهذا هو المبررات <تكامل> لكن للاسف <تكامل> هذه بان واحد المعطى ما انتبهناش مزيان وهو اللي تيبلوكي دابا الجماعات وهي هاد خيلوطه ديال تشكيل المجالس بالنمط <تكامل> الاقتراع اللي تنعيشوه واللي يمكن يوقف لك واحد <تكامل> المجلس لانك ولا البحث على التوازنات ديال تبقى في الـ في التسيير في التسيير هدف ماشي غير وسيله لانه نمط الاقتراع ولات يمكن لك تتعرف بعض المجالس فيها 17 17 الحزب في كاين في المس... في في مجالس فيها 8 9 كاين اذا يمكنش يمشي المجلس ب 17 ب 12 لانه هناك مصالح متضاربه هناك سباق وتنافس على المصالح على الريع على كذا اللي تيجعل الجماعات غادي تكون هنا بالمناسبة لك. ما عرفتش تتفقوا معايا ولا لا والله إلا نبغي نحيي التجربة اللي كان داير عمر فريج على مستوى ما عرفتش المقاطعة ديال أكدال الرياض كنظن في الرباط م. كان في المعارضة ولكن تتفق أو تختلف ولكن الطريقة ديال الترافع ديالهم على القضايا ديال الشأن المحلي واللي فيها كان فيها بزاف ديال الإبداع كنظن تستحق التنويه وحق الله ما بقيناش كنشوفو إيه بزاف الا إذا آه. ما كنشوفوهاش حنا ما كتوصلش لينا اللي خلق مشكل في التجربه الجماعيه انها ما مرتبطاش فقط ما مرتبطاش فقط بالخطاب الكلاسيكي ديال تدبير مصالح المواطنين راه هي هي المقياس المؤشر المادي باش نشوفوا داك المشروع الجهوي اللي درناه كديمقراطيه محليه واش واش غادي كيتمشى في الفرنسا ولا ما قابضش كيبان الان انه باهت لانه الموارد البشريه اللي خصها تبرزوا راه نقدر نقولوا انه اللي ناقد الان هاد السنه وشي حاجه من عند التجربه الجماعيه هو الولايات والعمال هما اللي هزين التجربه هما اللي في واخا هادشي كنا كنقولوا لا ما خصوش يكون ولكن كتقول كتقول لحسن واظن ان وزاره الداخليه كانت ذكيه مؤخرا انه شاف الثقل اللي طيح على الولاة والعمال وان هاد الثقل هذا يمكنش يبقى يتحل على مستوى الرباط وداروا في اطار تفعيل وداروا في اطار تفعيل لا تمركز الإداري. واحد الموجه ثانيه من نقل الصلاحيات ديال وزاره الداخليه في المركز الى الولاة على اساس كاينه ثقه وعلى اساس انه يعطي تسريع اكثر فالقرار المحلي القرار ديال الجماعات وقرار السلطه ها هو كيقرب للجهات كيقرب للجماعات وفي نفس الوقت المنتخبين اللي عندنا لحد الان بعيدين على الانشغالات ديال 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 المواطنين ما كينش، ما كينش. مشكله عمر من غير نمط الاقتراع أه. من غير اللعبه الانتخابيه كاين مشكل النخب المحليه كاين النخب المحليه باقي كندخلوا للمزاج الجماعيه بنفس النخب التقليديه آه. وكنديروا لها خطاب ديال الوقت ديال الان وعمليا اغلبيه الناس كتسالي عندهم العمليه بمجرد ما كيولي عضو المنتخب الجماعي او بمجرد ما يطلع للمكتب والهيئه السياسيه كي كيبدا الحمله ديال الانتخابات اللي, آه. اللي من بعد كيبدا اللي من بعد يبدا يفكر الخمس سنوات اخرى او لا الهيئه السياسيه ملي كيكونوا 17 مكتب انا وقع مشكلة كيفاش تقسم بيناتهم هذيك لا لا لا, لا. الكائن الكائن ولا, ولا تسيير هو الهدف المعارضه للجماعات ولات عقوبه حتى واحد ما بغى يدير المعارضه كلشي باغي علاش الا علش اذا ما في علاش <applause> لانه مركب مصالح قوي في الجماعات الاختصاصات بالرغم من انها تبان بسيطه ولكن اختصاصات اختصاصات إذا ما إذا ما كانت شويه النزاهه والشفافيه اختصاصات مدره مصوصاً. للربح خصوصا في الجماعات البعيده على الاضواء. وانا نقول لك الى ما كانتش حملات قويه ديال الحساب والمساءله <applause> راه مشكله يكون كذلك يزيد يزيد يتدهور الى اكثر والمشكل هو آه. الانتخابات فاش تبغي تجي من بعد ست سنوات كتبت واللوم كتبت. كذلك حتى على الاحزاب لان غير كترشح كتعطي التزكيات خصو اللي غير كترجع للور ما تاثر ما تراقب ما تدير حصيله ما تقدم حصيله ما تقترح ماشي معقول الخلاصه المغرب ما بقاش ممكن يتمشى بجوج ديال السرعات كنشوفو طنجه كنشوفو الرباط الدار البيضاء نسبيا كنشوفو مدن اخرى كنشوفو اوراش كبيره وكتمشي مازال مطالب ولا طلبات ديال 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 ابا ديال ديال الوطنيه مازال هذا تشوف غير الجهه الدار البيضاء والجهه جبدوا لنا شي حمراء ولا شي صفراء جهاد دلوقت دلوقت المنتخب شوف. والله يرحم انا ما جبتش ادوات انا انا دابا شوف آه اعطيهم صفراء اعطيهم صفراء صفراء اذا هذه صفراء من غرفه الفار ها الصفراء والصفراء دابا تشوف دابا لو انه نزلنا مبادره الحكم الذاتي وطبقناها وتشوف الحكم الداسي كيفاش غادي تطور في الاقاليم الجنوبيه وغتبقى تشوف واحد الجهات معطله أه و الجهات فيها مثلا جهه الدار البيضاء وجهه الرباط وجهه طنجه الحسيمه شويه وتمشي عاود الجهات ديال ضرعت تفيلات مشكله أو لا, قلت حاجه مهمه يمكن من بعد نقشها بتفصيل هي المساله ديال النخب وماشي غير محلي انا يونس النخب أه 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 وقع لنا ما كيوقع بالمنتخب أه. فاش نقيلات مغاربه اللي عايشين على برا وزادوا على برا وكنرجعوهم للبلاد لا بغينا وليدات البطوله وليدات البطوله حتى حنا عندنا شي معلميه هنا كيلعبوا مزيان لا ديما كيلعبوا هما ولكن كيقول وليدات البطوله كتدخل كتلقى أه بدراوي الكرارس أه اذا آه النخبه آه ما يكون فيها الكرارس آه آه النخبه المغربيه خاص يجمعوا راسهم حتى هما ماشي ماشي صدقه في حق المغاربه واجب عليهم يا يدير السياسه بقواعدها يا نجبدوا ليه الحمراء شوف هنا غير على هذا شوف الا درتي القانون وضربتي تضارب بالمصالح في الجماعات وخدمتي شويه القانون حتى داك اللي غيكون تيفكر يترشح ما يترشحش وغادي يبداو يترشحوا اللي يقدروا يديروا مبادرات نتمنوا ان شاء الله ولكن الصفره ها هي دازت يونس دار فقير كنت غادي حاجه اخرى ولا انا اللي اللي, انت سولتيني انا 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 بالعكس عندي في المقابل تدوينه ما كتبتيش بزاف بعدا وليتي ساكته يونس ما فهمتش انا واحد الحكمة طاحت عليها هاد الأيام واش صمتو حكمة ولا صمتو غضب ولا صمتو طلع لي هاد الشيء في راسه ما كاينش كان ولكن الله غير تاعنا وجع العصا ما عندنا ما كاينش بعد المرة تيبان لك ما كاينش الموضوع زعما ميك الحاجة كتكون في اتجاه الإنسان ديال واحد المنهجية تيقلب على شنو هي الشوية اللي خاسر باش أنه ينفخ فيه ويمسح فيه كل شيء المجال ديال المناقشه بحريه او بتعدديه في وجهات النظر والحق ديالك في انك تختلف ما مسموحش به وبالتالي فكاين واحد النظام كيفرض فرض عليك انك تقول هذا غير يتضامن معك الاتحاد الاوروبي ما يضمنش في الاتحاد الاوروبي, في الاتحاد و... في الاتحاد الأوروبي. إحنا لا حنا غنتقاتلوا حنا لا الاضطهاد هذا ما كي, احنا ما كي... حنا. احنا ما لا حنا مش ما مضطهدينش حنا حنا ما ماشي مشكل ما بغيتي تفكر بشكل بالفعل كطرح سؤال شنو الدنيا انا نبقى يوميا نكتب في الفيسبوك هو انه كاين قضايا كتستفزني قرب غير الميكرو كاين قضايا كنبغي نقول فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الاطار العام هو نساهموا في اطراء النقاش كاين الناس اللي وظيفتهم تاطير النقاش والمساهمه فيه نسحبوا هزوا يديهم فتقديري كيف تقدير الاخوان انه ما يمكنش تخلي الساحه فارغه غادي تحاول فانت كدير هذا بالجانب الايجابي من اجل اغناء النقاش العمومي ولكن في غالب الاحيان في غالب الاحيان كتلقى بانه ما كاينش هذا الاستعداد القبول بالراي المختلف خصوصا في المسائل اللي كتقيس المصالح الماديه الناس او المسائل اللي كتقيس القناعات ديالهم او لا غير اللي كتعارض مع حاله نفسيه ديال لا يعجبني شيء لا يعجبني العجب وبالتالي الانسان فولا تيفكر انه امتى يكتب وتكتب ملي كتكون امور اللي لابد ومن ضمن ما كتب يونس كاعيه كاعيه قد <applause> كاعيه ما كيناش مقلق شي شويه كتب ما غاديش نقدر نقرا التدوينه كلها ولكن بداها دابا حنا داوين على داك الشيء ديال اصلاح التعليم الى غير ذلك خرجت بنتي من التعليم الخاص الانتهازي والطبقي على حد تعبيره ودخلتها للمدرسه العموميه وهي دابا عندها الباك مزيان قال وقال, وقال وقال ولكن ما يمكنش كاين بعض الاساتذه رافضين تسليم النقاط للاداره ملي كتخلص ك... كتخلص كاستاذ من فلوس الشاب فراه مقابل التدريس والتقييم من النقط النقط جزء من الوظيفه والاجره كيفاش انت دير امتناع على تسليم النقط دير اضراب على العمل سرطناها ولكن اضراب على طمانه الاباء على اولادهم في البكالوريا وتصادر النقط مهم بان العربون باش غتسالي دابا انا 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 خير دواء الابنه اللي كنهضر عليها دوزات الابتدائي والاعدادي كله في التعليم الخاص <applause> وفي لقيتنا اللي كان عندنا انا وياك اساسا نقاش في ديك الفتره ديال مع جزء من هيئة التدريس كان التقدير ديالي هو انه في المرحله الثانويه تمشي للمدرسه العموميه ومشيت ودخلتها للمدرسه العموميه والحقوق <applause> والحق يقال الحق يقال انه كاين فرق كاين تقدم كبير كاين تقدم كبير في في الالتزام في, 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 في التكوين في, 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 في المستوى وحتى في, في النقاط وكتحس بان ذاك الشيء هو المجهود المستحق <applause> وكان اللي شجعني كثر هو هذا الخطاب ديال اصلاح التعليم مادام كاين اصلاح التعليم خصنا نساهموا فيه بان اولادنا يمشيو يقراو في المدرسه العموميه ومادام كاين هذا المشروع ديال الاصلاح فهذا ضمن ان الامور غادي تتحسن وانتم كنذكروا الاسبوع اللي فات ذكرنا على الاتفاق اللي دارتو الحكومه مع النقابات التعليميه الاكثر تمثيليه واللي كيجاوب على واحد العدد الاشكالات المتعلقه بالمطالب الماديه للاساتذه وكذلك بتجويد المنظومه التعليميه الى غير ذلك فالناس اللي عندهم وليداتهم في بكالوريا تيكون واحد الاحساس خاص هو انك خصك تتبع ودير تقييم باش تشوف الامور اللي خصك إصلاح واللي خصك زيادة قبل نهايه قبل الامتحانات ديال نهايه السنه اللي ما بقاش عليها بزاف واحد خمس شهور فملي كنسول على النقاط كناخذ جزء، الجزء الاخر تيقولوا لي بانه كاين اساتذه دايرين امتناع على على تسليم النقاط. اساتذه ماشي غير متعاقدين، متعاقدين وحتى مرسمين. <applause> فهاد الناس انا ما كدخلش في الجانب المطلب المهني ديالهم، يقدر يكونوا صحاب قضيه عادله ومن حقهم انهم يدافعوا عليها، ولكن الذي يزعجني الذي يزعجني هو ان هذا الشكل النضالي اللي داروه كياخذنا كاباء وكاسر وكتلاميذ. راه هنا مهم. فانت من اللي كتصحح النقاط فاش كتخلص فرا الشهر كتخلص على التدريس وعلى الامتحان اللي هو تقييم ديال داكشي اللي درس باش كتعطي النقاط ديالك انا ما, ما من نوع ربما عشت في زمن نضالي اخر ما كانتش فيه هذه الادوات ربما كيعتبروا الاخوان انها هي الحلول الوحيده اللي بقات لهم ربما انه هذا الشكل النضالي الاقل خساره من بين توقيف الدراسه والاضراب والاقتطاع والمواجهات مع قوات الأمن الى غير ذلك مم. ولكن انا كانسان قديم في الشكل النضالي وكواحد عنده ابناء ديالو في المدرسه العموميه كيقراو لا استسيغ ولا اتقبل استاذي صحح الامتحانات ويشد النقاط ويخليهم عنده انا ما غاديش ندخلهم المسار لهذا قلنا ما. لهذا مم. كنا قلنا يونس ذاك الاسبوع بانه هذا الموقف ومازال انه الحكومة اعتبرت بانها دارت انجاز بالتوقيع على الاتفاق مع النقابات وفجأة الناس كيتفاجؤوا بانه هناك مازال دايرين اضراب هنا فاش كيكون الفشل في الترويج او التسويق او الاقناع بانك درتي واحد مم. واحد الحاجة كديرها مخبية كتخسرها علينا في الفيسبوك وفي التلفازة ونبينا عليه السلام تلواقع الواقع شكل اخر، انسان غيمشي يقلب على النقاط ديال وليداتو ما ما غيكونش واحد خير غير واحد باش نقرا شويه ديال دي التعاليق ديال المتابعين الله يطول عمركم الحكومة دا الحكومة دارت اتفاق مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيليه وحال انه التمثيليات النقابية بين قوسين تفرعات يعني الى تنسيقيات انا كندير معك اتفاق ولكن انا كنقابة ما تحكمش في ذاك المرفق العمومي فاش ملي نقول لك غادي نقرا وغادي نخدم وكذا كذا ما نقدرش نوفي بالالتزام ديالي لانه كاينه تنسيقيات اخرى آه، كل واحد كيجر كي الجهادية لذلك انت كتتفق مع النقابات هنا هما تيقولوا هذا الشيء مزيان <applause> كاين مشكل كتجي كتلقى تفضل عمر الشرقاوي انا عندي غير واحد واحد تعليق صغير هذا الشيء تيقول يونس بعد اولا شي واحد شي, شي مغربي بحال هكا يونس نادرا ما تجده انه يخرج ولده من التعليم الخاص ويدخلوا للتعليم العمومي فضل ظل هذا الاوضاع التي تعيشها ومع ذلك يونس شجاع واشجعنا وقدم على هذا القرار انا عندي زاويه ولكن في الظروف الراهنه ما غنعاودهاش مع ولادي ايه دابا زاويه اخرى وهي دائره الواجبات والحقوق المشكله عندنا حنا دائما تنقلبوا على الواجبات عاده تنشوفوا تنقلبوا على الحقوق عاده تنبداو نشوفوا الواجبات مع العلم ان الواجبات اولا <applause> وهذا الكلام لا ينطبق على الرجال التعليمي وحده ينطبق على الـ 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 الوزاره ايضا وينطبق على النقابات ايضا انت ما تطلبش من رجل التعليم يدير الواجبات ديالو وتجرجرو في حقوقه وفي نفس الوقت ما تطلبش من الاداره تقول لك حقوق خصك دير الحقوق ومن بعد عاد نفكر لك انا او دير واجباتك عاد نفكر في الحقوق هي مهم. عمليه مختله، هاد, هاد جوج حوايج مختله. انا ندير واجباتي وهي اولا انا كرجل تعليم تجي ندرس خصني ننقط خصني نقيم التلاميذ ديالي خصني ندي الواجبات اللي عليا في قانون الوظيفه العموميه وفي النظام الاساسي لرجال أه. هذه حتى واحد ولكن في المقابل المفروض خص الاداره، الوزاره، الحكومه خصهم كذلك يكونوا عندهم واجبات و... تجاه حقوق الاخرين. لان عدد من الملفات معطله في التعليم لي ما تنحملوش هذه الحكومه وهذا الوزير المسؤوليه ولكن لاننا هضرنا الكثير من الزمان وضيعناه في الهضره وضيعناه في ضيعناه في خطاب حول اصلاح التعليم خطاب الاصلاح بدل قرارات الاصلاح والتدابير الاصلاح احنا الان سنؤدي الضريبه والضريبه هي هذه ولكن ما ينبغي ان يكون هو ان الواجب والحقوق وجهان لعمله واحده بالنسبه للاستاذ كما بالنسبه للوزاره الوطنيه. الوطني الا خسر ماتش ولا جوج ولا منتخب الكره تيقدر يريكيبيري في الماتشات الجايين. راه هي ما عندك مت... ولكن في قرايه الا خسر لك جيل كامل ما عندك ما تصلح فيه وهذا الشيء حنا ماشي نظري آه. اللي خصو الاثبات المشكله يونس وهو كنشوفوا العاطلين لا المشكله يونس اللي تيوقع في هذا الشيء اللي طلعتني شكون اللي تيبقى فيك ان تلاميذ القطاع الخاص كلهم بان النقاط في مسار وتلاميذ القطاع العام والمدارس الخاصة كاين مشكل أو المدارس عموما ما كاينش الرسالة والأكثر من ذلك ما فيهاش أحكام الأكثر من ذلك أنه ستقدر تلقى أستاذ تيقري في الخاص مدخل عليا هو مدخل في حلو الخاص وما مدخلش آه. هنا كاين مشكل حقيقي ولكن هذا ماشي مسؤولية طرف واحد عاوتاني الحكومة ماشي أو الوزارة ماشي غير دير استفسار للأستاذ خصو تقلب على الحلول لأن درتي <applause> مع اتفاق في 2012 وجلستي جرجري فيه 11 عام وما حققتيلوش أي مطلوب؟ عمر أنا متفق معك في هذه النقطة التزمتي خاصك توفي بالالتزام ديالك لأنه كيتعلق بالهيبة ديال الدولة كذلك في في الدولة. الثقة في الاتفاقيات. ولكن في نفس الوقت مستشف. عمر الشرقاوي آه ما كنتكلمش فقط على هذه الحالة كنتكلم في الكثير من الحالات الأسلوب ديال الابتزاز ولي الذراع على حساب مصلحة ديال تلميذ أو مواطن في خدمة إدارية أو 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 هذا الشيء تزاد على حدو و... لاش علاش تزاد خير ضوان؟ علاش؟ أنا ما علاش زاد؟ أنا نقول لك من المشاكل من المشاكل علاش تزاد؟ جلسنا من 62 وحنا تنذكروا باش نخرجوا قانون الإضراب حا... ما نحاولوش نلقاو تبرير دابا ماشي إيه تبرير عمر عطيتك الحق عطيتك الحق الدستور تيقول لك عندك حق في الاضراب خرج قانون خرج قانون الاضراب ولي تجاوز القانون الاضراب سمكو غادي تخرج قانون الاضراب وسمكو. عمر الشرقاوي غتخرج قانون الاضراب نتا مخلي مخليها مسرعة عمر غتخرج قانون الاضراب وغادي تطبق قانون الاضراب صار. وغادي يخرج لك آلاف واحد في مسيره وغادي تطبق القانون والله تيغلبوك اسمح لي, سمح لي؟ سمح لي. اه هذا واقع راه دول دول في اوروبا راه دول في, في, في اوروبا دول في اوروبا عندهم القانون دول في اوروبا و الى خرجتي على القانون يدير معك القانون اه عمر دابا وحنا كندويو على المغرب كنظن ايوا كنعرفو بعضياتنا كنظن يا إيه رضوان راه الاشكال اه عمر انا متفق معاك غير ما تخلي لهمش المبرر غير دير دير قواعدك وما تخليش الفارغ واش كاين شي مبرر اه ما إلى ما وصلتيش من انك تخل بالواجب ديال وليدات معاك إلى ما وصلتيش لان يكون عندك نضج نقابي انه الاضراب ما غيحلش هاد النضج هاد النضج شوف هاد النضج هو اللي فيه الحوايج هاد النضج اللي هادي خصنا في نديرو فيهم شي نقاش جوج جوج ديال الحوايج جابهم الدستور ودابا حدا وش واش تنبقاو نطبلو لهاد الدستور وهاد التطورات باش ننفذوها ولا باش نبداو نلقاو تبرير لعدم تنفيذها الدستور جا قال لنا بانه لاول مره خصنا نديرو قانون النقابات ونسولو داك النقابي من اين لك هذا ونتحاسبوا مع الفلوس تقدر ونتحاسبوا على الديمقراطيه الداخليه لان علاش الناس يهربوا للتنسيقيات؟ لانه كاين اشباع حقيقي داخل النقابات ولانه ليسانسور ديال الترقي مستود. وديال هذا مسدودين لذلك فاش نجي تنقول لك ديال قانون الاضراب شنو هو فيه؟ اولا راه غاتبقى تاخذ الدعم على الديمقراطيه ديالك خصك دي خصك الفلوس اللي تاخذ نعرفهم فين تيمشيو وفين تيجيو خص المجلس على الحسابات يتبعك خص منين ما كاينش هادشي الناس يخلقوا منظمات موازيه ما عندهاش القانون ولكن فعاله ومنين تنقول لك اكثر فعاليه من النقابات ومنين تنجي تنقول لك انا الاضراب سنعطيك واحد الحق وتلزمو بواجب مني ما تنخرجكش قانون الاضراب اللي نرسم معك به الحدود وهذا الشيء راه شوف انا نقول لك الاثار الاضراب راه ماشي على التعليم راه الاثار الاضراب قاتل <applause> قتل المؤسسات والمقاولات راه هنا فين كاين الاشكالات لذلك ندير معك القواعد انا ذاك يكون من حقي انني ندير معك الحساب شوف عمر انا انا ما غنختلفش معاك في المنطق ديال انه هذا ربط المسؤوليه بالمحاسبه هو هذا اي هذا يعني هو في ادنى مستويات نظريا سير شي كولو غير في الوراق شيكون في الكاغير الاوراق الاوراق اسكت له اسكت له الدوي بدلتي درتي الباج اش من هذاك اللون عندك هذاك ماشي الباج هذاك شنو هذا اللون هذا شيبي شيبي بالعربيه قول لنا شيبي كاسي كاسي صافي صافي خلينا غير في الحوت قلت لك الله يجزيك بخير قلت لك يا عمر نظريا و... وعلى الورق شي اللي قلتي صحيح ولكن راه من ضمن م... الامور اللي كتخلينا كنديروا التنويم لبعضياتنا هو ما كتكونش عندنا الجرأه نقولوا بزاف الحوايج هي هي قولوا كاين ادارات بالنكته كاين ادارات اللي كتمشي نهار الجمعه مع الغداء كتلقى مشى كيدخل حتى الاثنين مع الظهر زعما ما نضحكوش على راسنا كيف ما, ما كاين رجال تعليم نزهاء كين كيف ما كاين أيوه. صحفيين بانديه كاين صحفيين ماشي بانديه أيوه. كيف ما كاين محامين ولاد الناس كاين محامين مرتزقه <applause> وكقيس على ذلك المجالات كلها ما يمكنش غادي غير هو ماشي انا ولا انت ولا يونس ولا شي حد اخر اللي غادي يجي يوقف يقول لا هذا غش ما خصوش يدار كتعطي رايك ولكن الرزانه ديال المسؤولين أو نخسي وجه الناس بالواقع واللي ما كنت كنقولها بانه في الملف ديال ما سمي التعاقد انا ذاك ما عرفنا اللي واش باقي ولا مشى كانت الحكومه جبانه ما قدراتش تواجه ما قدراتش الناس ديال التعاقد انتصرت ماشي انتصرت جففات الارض بالحكومه هي. ايوه ايوه اللي في الحكومه وليس لقوه في دابا ما كيهمنيش علاش إيه. لان جبتي انت واحد الورقه مكتوبه في كغيد الزبده آه، كغيد الزبده آه. وقلتي لهم غادي نديروا تعاقود ما درتي مرسوم ما درتي قواعد ما درتي حقوق ما درتي هذا بحال اللي جبتك انا للمعمل وعطيتك واحد الورقه وقلت لك غادي ندير معك هذا ايوا حتى المسؤوليه خسرت لي هادوك اللي غايديروا اللي غايديروا الدوله هادشي الشيء ديال التعليم عمر غادي شي تحل عمر نهار قريتي في المسيد قريت في الجامع قريت في الجامع وقريت بالمحبره زي. هذاك 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 اللي في المسيد دخلنا عليك بالله واش كان عنده شي قانون الاضراب؟ ما كان واش كان عنده شي قانون اطار؟ أيونا. وش واش كان عنده شي قانون الزمن الزمان غير الزمان لا انا غير كنقول لك والناس غير يونس. الناس بعض المهن إيه. بعض المهن واحد المره الله يذكره بالخير السيد السي الحسين الوردي جينا عنده للدار وجينا خارجين حل الكوفر الطوموبيل كيقلب على شي حاجه جبت من الاليات ديال الخدمه هو وزير انا ذاك طاب البلوزون ديالو وديك الصناطات وما داك كامل قلت لي يا الاستاذ اش كدير بهذا في الطونوبيل؟ قال لي انا وزير ولكن باقي طبيب تصور السي فلان الا كنت غادي في الطونوبيل ولقيت حادثه تسير واش نقول انا وزير؟ المهنه كاين بعض المهن آه من ملي كت ملي كتربط التقنيه كتفقد النوبل ديالها وكاد المعلم ان يكون رسولا كيف ما بزاف ديال 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 المهن كاد اصحابها ان يكونوا رسولا واش المحامي غادي دير مع داك الشيء الا إيه ما كانش محامي هذيك مهنه حره ايوا ماشي لا المحامي مهنة حرة ولا محر... محر... بغي نخب خاصة هي مهنة حرة ودرو اه هي لا لا, العيد لا, و... لا موقعها في المجتمع منظومة المجتمع كيخليها نخب خاصة ماشي مجرد مهن زعما الناس اللي كتشوف غير عليها في الطريقه ايون شكون اللي كتيقي فيها ايون شي دابا التعليم مهنه خاصه ولكن اه هذا ليس مبرر باش تجحفوا حقوق اي أنا أنا أنا, انا 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 معلم كيت ان اكون رسولا ولكن واش ضروري نبقى ما نفوت السلم 10 نبقى مزوق لا تحد ما قال لا وما عنديش شي وسيله باش نضغط وما عنديش شي الضغط بالتعليم ما عندكش شي دابا غير نكون البشريه بلاتي دروح بلاتي, البشرية. بلاتي يونس تقدر دير انت عمر ك... لا 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 بلاتي بلاتي يونس شنو يمكن يدير المعلم للوصول الى المطالب ديالو ديال الاضراب دابا انا درت معاك اتفاق يونس في 2012 دابا حنا وصلنا ل 23 ما تحقق حاجه شنو قول لي غير انت شي شي اليا نديرها حقك انت في انا على اه غاليبك ما يمكنش شي حد يصرف انا ماشي غنقول لك شنو ندير 11 عام شنو شنو يمكن لي باش ندفع هاد الحكومه ولا الحكومات السابقه يحققوا لي شي حل هو تعتقل النقاط اه الحل هو تعتقل النقاط عمر عمر ديال المسار اسمح لي عمر ماشي هي عمر عمر راه النقاط هي تدي للكليه للمدرسه عمر كيفاش هذا نظام مسار عمر 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 دي وريقاتك من وحطهم في الاداره عمر انا ما نقولك شنو, شنو آه ندير شنو ندير انا نقولك شنو ما نديرش لا مدير مدير خليني مدير نكمل سهل. لي. لا غادي يعني ندير اي حاجه اللي ما تضيعش التلميذ في حقه مسيح. انه يقرا بمعنى ما يديرش اني بلونش بمعنى سالي الموسم الدراسي لقى قرا مسيح. المقرر كامل بمعنى 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 هادي. بمعنى وهل مش فقط هذه في التعليم وهل هذه مسؤوليه المعلم فقط لا الوليدات ما يضيعوش مسؤوليه المعلم فقط والسي محمد ليش حنا دوينا ديك السيمانه كنقولوا الحكومه تتبجح ولذلك قلت لك راه الحق هو الواجب الحكومه تتبجح بانها دارت اتفاق غير مسبوق مع النقابات ديال التعليم عرفتي مسؤول واحد في الوزاره اللي خرج في القناه الثانيه مع الزميل قول حسن مم. باش انه يتكلم واش قد شوف بالمنطق ديال التواصل انا الا كنت ما ما ما, ما كنفهم حتى حاجه غادي نشوف موضوع دوا عليه واحد نقول موضوع غير مهم لو كان تاريخي فعلا وغير مسبوق فعلا ومهم فعلا ورا الحكومه الطيبات اللي ناودنينا به تخرج للزنقات تلقى شي مدير اكاديميه كيدير معاك هو هو كان شي اتفاق يمكن في هذا العام والزياده اللي دارت الحكومه ما اهم طيب شي اتفاق الحكومه اهم اتفاق دارت شوف شوف اردوان اهم اتفاق هو من ناحيه من ناحيه شوف من ناحيه من ناحيه الشكليه استاذ الوزراء برئيس الحكومه جبتيهم وكان لا. المفروض كان لا. المفروض في منطق سوي ان دوك الوزراء في العشيه كلهم كيتستفوا في التلفازات وفي الاذاعات ولا واحد منهم تكلم وزير التربيه الوطنيه بنفسها صاحبه ما يخرجش الله يرحمك السي الوفا في هذا النهار الله يذكر بالخير السي سي امزازي في هذا النهار احنا مشكلة. مشكلة. ما مشكل هنا يونس ديما كنتذكروا مع بعضياتنا كنقول لك المسؤوليه للحكومة الحكومه ماشي فقط الانجاز الملموس الخلق ديال النفسيه خاص المغربي ملي فيق الصباح م. بقوه الاخبار الخيبه وبقوه محتاجين النفسيه انها انها تفرح راه مزيان انك تفيق الناس يسمعوا اتفاق مع النقابات هذا غيتزاد لي هذا هذا ينقص لي هذا خصوصا التعليم التعليم خصوص. ما آه حد ما معنيش اقوى النقابات اقوى النقابات واقوى بؤرة للاسف 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 تبني بها الاستقرار لكن كان شي تعليقات كريم نايتسي عفاك تعاونا في في التقاط بعضها لانه هنا ما كيخرجش التعليقات شنو هي ايوا كان اه انا 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 ولكن خرج منها بنقط ايجابيه لكن نشوف بعض بعض تعليقات الاخوان عبد الحق وردي كيقول لنا وتكلموا على ارتفاع الاسعار اما الاساتذه من حقهم يديروا اضراب وما يسلمش النقاط الى الاداره بون هذاك الثاني حقك انت اذا كان في المدرسه ومشيتي تقلب على النقاط وما لقيتيش وقيله غتحس الا ما حسيتيش هذاك نقاش اخر لا انا دابا الا مشيت للثانويه وما لقيتش النقاط غادي ندير تما حل ابقى مركزيه حول الاسعار حول ارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار داكو متفق معك تعليق ثاني المهم السي نقاش على الاستاذ إنه غير انه مرتبط بحدث عادي زعما عاوتاني غادي بالاسعار ناقشوا الاسعار عمر ويرتبط باي قضيه غناقشوها وحنا تنقولوا للناس اللي تيتابعونا كجمهور سواء كمستمعين عاونونا 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 التواصل الاجتماعي اي مقترح قولوا لنا ولعبوا العاريه لماذا الله العظيم انا غنقرا كاع ولكن راه ما يمكنناش نديروا 100 مقترح في الحلقه في الحلقه ما دابا وقت ما كتبتي على السماء وزرقاء كيقول لك هضر على الاسعار واخا شي تهضر على الاسعار هنا يكتب لك هضر على الاسعار راه <applause> 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 ما يمكنش كما افهمها انا آه لا ما يمكنش المغرب كله صباح مساء <applause> وتلقى هذا اللي قال لك هضر عن الأسعار، الفيسبوك دياله، يتكلم على الاسعار غتدخل الفيسبوك ديالو غتلقاه كيتكلم على سميت هذيك جورجينا مشات للسعوديه ولبسات آه واحد اللباس كان دخول واغلبيه ديال هذوك اللي كيقول لك هضر لينا على الموضوع كذا وكذا وعلاش ما هضرتيش فيه هو اللي كتدخله كتلقاه ناس صوره الغروب والشمس مشرقه رومانسي آه. انا الاغلبيه اللي كندخل لهم تلقاهم ممنوع عليك تشوف بعدا على كل حال واحدهم. على كل حال على كل حال على كل حال طولنا <applause> في هذا الشيء كامل بغينا نقراو شويه التعليقات ديال،, ديال 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 الساده المتابعين انا ما كيخرجش ليا ما كنعرفش كيفاش ندير ليه مازال امي في هذا الشيء ديال التليفون ولكن ولكن ولكن, ولكن كيظهر ليا بانه نشوفوا اشنو عندنا في في بعض المشاهد اللي ربما كانت مثيره في الاسبوع الماضي الاخبار ما كانتش شي حاجه ما نديروش شي شريط اخباري ولكن ما كانتش ما كانتش شي حاجه شي حاجه مثيره للانتباه استثناء الموضوع الكبير بدلي كان واحد الموضوع خبر ماشي اهم خبر ولكن معبر ودال اها في هذا السياق اللي كنهضروا وكنستعدوا النقاش الوطني حول تعديل مليون الاسره المحكمه قسم قضاء الاسره في محكمة ابتدائيه بميدلت صدر الحكم ديالو في واحد القضيه او واحد الدعوه رفع واحد الزوج على الزوج الزوجه ديالو من اجل م. اسقاط الحضانه ديالها للبنت بناء على انها تزوجت وهذا هو اللي كان جاري به العمل في جميع القرارات القضائيه المغربيه بمجرد ما كتزوج الام الحاضنه المطلقه كتمشي للحضانه الاب الحضران هذا كان وهنا القضاء انتصر لمصلحه الطفله ولم يحكم باسقاط حضانه الام رغم انها تزوجت مه. وقال بان استقرار الطفله والبيئه وعدم الاضرار بها اهم وكنظن بان حكم بحال هذا غادي ياسس لمجموعه ديال التراكمات لانه كاينه كوارث انسانيه تقع اعتقد ديك السيده ديال البنكه اللي كان عندها مشكل مع ذلك الرجل الامن المنفلت على الضمير المهني ديالها كانت هي مديره وكاله بنكيه واللي استغلها في علاقه عاطفيه وانتهت بها القضايا ديال الاختلاس والفلوس صحيح هذا الشيء كله لان السيده كانت باغا تعيش حياتها كإنسانة ولكن ما مستعداش ترسمها في زواج لأن غادي يكون عندها الإشكال ديال فهذا الحكم ديال فلذات الكبد كنظن ماشي أول حكم من نوعي لأن هذه الأيام رجعت بزاف ديال الاجتهادات دي ما بقاش ديك القراءة الجافة القانون خصوصا المتعلق بالأحوال الشخصية أنا الخبر اللي ثارني هذه هذه خصها تولي عاوتاني تشجع على الورش اللي غادي تفتحها ديال مدونات الأسرة ديال مدونات الأسرة وخصنا بعض المفاهيم المرتبطة ب الحقوق الفضلى للطفل وهذا هو اللي تبنى عليها القرار انا الخبر اللي اثارني ما عنديش عليه تفاصيل بزاف ولكن قريت في الاعلام بانه كنظن مصالح الامن داخله في التحقيق هذا ارتباطا وعطفا على تدوينه ديال ديال الجماعات ديال شي مجزره عمرانيه في مدينه بوزنيقه تجزئه ديال الفيلات في ملك بحري شكون رخص لها كيفاش علاش في اي ظروف مهم المخزن راه كيدير في هذه النقطة كاين خبر اخر باش عمر هو يعطينا الخبر أه حملة كبيرة ما عرفتش وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في تويتر ضد الزميلين محمد عمور مدير الجزيرة الرياضية الاخبارية والزميل جواد بدال المعلق المعروف هادو جوج مغاربة

ما تيهضروش بزاف ولا هضروا غير مره تينوضوا آه. شوف كتعرف جواد بدك كيقول لك من طنجه الى الكركارات سهل الفيلم <applause> سهل الفيلم <applause> هو بدك قال لك زعما هذاك الحماق زعما التعقل له حدود آه. الحكمه لها حدود على كل حال <applause> شي خبر سي عمر الشرقاوي آه كاين هذاك اللي اللي تيتداول فيسبوك حول آه الملعب اها محمد الخامس هذاك محمد الخامس استاذ دونور في الدار البيضاء. الدار البيضاء وبأنه يعاني من بعض المشاكل إذا كانت هذه حقيقة فخص الانتباه لها بزاف وعاجلا لأنه إذا كانت مشاكل مرتبطة يعني برصانة المدرج راه يعني خص 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 تحرك لان كاين الجمهور اللي كينبه كينبه لهذه المساله هذه وفعلا ماشي اول مره اللي كينبهوا الناس بانه الناس كيحسوا باهتزاز في إيه المدرجات مساله خطيره خصوصا دابا حنا على ابواب المونديال مونديال الانديه ما بقى لي والو كاين واحد تتكلم على الجماعات واحد الصوره آه. دارت في الفيسبوك بزاف على سله آه. المهملات فين هي؟ اه ديال مراكش كنظن ديال مراكش هذيك فرجة ممتعة خصك تكون شوف جالس دا شوف دابا شوف دابا جالس في الطريق شوف 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 العقل المحلي أو العقل اللي غادي يدبر هل الجماعات شيء. اللي قرب لنا الميكرو قرب لنا الميكرو اللي غادي اللي غادي اللي غادي زعما ماشي مرتبط زعما بالتوجه السياسي ولا ما راه غير بالحد الأدنى من الذوق هذا انا مرتبط بلا توجه ما فيش توجه هذا غير من الساده, السادة المستمعين اللي ما كيشوفوش الصوره دابا هذا اللي غيجلس اللي غيجلس في الكرسي وغيشوف هذه عمر خلينا نشرح للناس دابا بعدا نقول لك اللي كيسمعك ما كيشوفش الصوره اه اخويا كرا الفار ديال الفار اخويا ايامة البرج على كل حال هذه صورة من المد... <applause> غير البرج كانت كتجي فاطمة الزهراء بزاف ياك ما كنا تنديرو ولا تصور لا والو لا كانت كتجي فاطمة الزهراء بزاف من, الزهر من الحلة الباب كتبان لك فاطمة آه الزهراء دقات و... و... وتماما تيكون ما كيكونش هاد الصورة على <applause> 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 كل حال حتى فاطمة الزهراء زارتك اليوم هو واكرمتك كما هي عادتها ايوا راه بنت اصيل الله يعطيك الصحه عبد لا لا, لا كنعرف كنت ناسي من الصواب الصوره الساده المتابعين الساده المستمعين من مدينه مراكش كنشوفوا شي كريسيات بحالك كنتي كتكون في التروطوار ديال شي بلاصه كتشوف الكراسه باش تجلس زعما ترتاح الا كنتي كتمشى وعيتي كتجلس ولا كدير رونديفو مع على حساب كل واحد والمأرب ديالو مع شكون هذا دي المبدع اللي جا حط ثلاثه ديال البركاسات ديال الازبال حاويات بار الازبال واو بار تبارك الله فبالتالي بحال الا كتشوف كتفرج في شي تلفازه تما ولا شي حاجه هذا ماشي مقبول كنظن في مراكش هنا اللون ديال مراكش دابا اللي غيجلس يجلس تما غيقول يقول شوف هاد المجلس فكرنا فين نجلسوا في, نجلسو. في يعني الفضاءات العموميه وفي نفس الوقت هاد المجلس دار الخدمه ديالو في الاختصاصات الذاتيه ديالو ديال جمع الاسباب <applause> والنظافه بصفه عامه ولكن دار جوج ديال الاختصاصات دارهم ما طيب. وقيله وقيل هما داروا الكرسي باش اللي جا لا حز يرتاح شويه عاد يمشي عاد يدير اه لا ولا ها يمكن هذاك يمكن تما البلاصه ديال اللي تيجلس هذاك اللي تيجلس اللي تيحضي هذوك اللي تيحضي الزبل اه يرميو الزبل وباش يدوي لا حول ولا, ولا قوه الا بالله طيب. على كل حال حنا راه دزنا ساعه ديال المكانه تقريبا دائما مباشره على ميد راديو وغرفه الفار الحلقه الثانيه تعطيني شي صفاره شي حاجه شي جينيريك شي حاجه غير باش لابس غرفة الفار موعد اسبوعي جديد على ميد راديو رفقة الثلاثي رضوان رمداني ويونس <يورط> تفقير <applause> وعمر <applause> الشرقاوي <applause> احنا غادينا خي سامي بلاد فيها الله يرحم الوالدين بغيت بسرعة نشوف بعض الاخبار ما نسقلها نزقلها ما بغيتش نراطيها خبر ماشي مهم ولكن نقوله إعادة انتخاب إبراهيم غالي بن بطوش أمينا عاما لجبهة البوليس هذا أداب بون هذا عادي ولكن كنشوف والله داك النهار كنتأمل اللي, كنت اللي كيهضروا على تقرير الشعب تقرير المصير للشعب الصحراوي الشعب الصحراوي اللي مصوتين على بن بطوش شي 2000 وصرف ولا 3000 واللي كطلب تقرير المصير وقرر المصير في تندوف بعدا قرر المصير خلي دوك الناس اللي في تندوف يقرروا مصيرهم معاك ودير انت اخويا انتخابات رئاسيه ياك انت رئيس ياك عندك الرئاسه الجمهوريه ما عرفت هذيك الزرقاء والبحريه والبريه وداك فبالتالي دير لهم انتخابات دي رئاسيه ودير في ملاحظات الانتخابات جيب العسكر الجزائر ودير ديمقراطية. من بعد تكلم في المحافل الدوليه على تقرير المصير وهنا اسمحوا لي كان جينا ولا شويه ديال الضحك الاسبوع انا تبون الله يجازيه بالخير مش يتكلم عند العسكر ديالو واقيلا ذاك النهار كيصيفطو شنقريحه مره مره يقول لي تكلم ومن ضمن ما تكلم عليه على القضية ديال الصحراء اللي كيقول لك ما تنازلش هو فاش قال تقرير المصير للشعب الصحراوي على حد تعبيره بغاو يكونوا مغاربه يكونوا بغاو يكونوا موريتانيين يكونوا ولكن ما يكونوا جزائريين علاش دخل موريتانيا في تقرير المصير اللي نفرض كاع كاين تقرير المصير وعلاش ما بغيتيهمش يكونوا جزائريين واش هاد الناس عندك لعبه زعما زعما لقطاء هذا هو المعنى انا قريتها بشكل قدحي واخا هو بغى يبين زعما رانا المكافح المنافح ولكن بغيت تبين بأنه دوك الصحراوه اللي عندك في تندوف لقطاء يقدروا يكونوا مغاربه يقدروا يكونوا موريتانيين يقدروا ما يكونوش كيظهر لي اساءة كبيرة في حق كل واحد في النخوة ديال الصحراء يا اخي دابا انا غير الانتخابات ما يسمى بالانتخابات دابا هذا بن بطوش اولا هو ترشح بسميث بن بطوش ولا ابراهيم غالي بعد؟ لا باش الهوية ديالو هذا ابراهيم غالي سبع سنين هو هو على رأس هذه الجبهة الوهمية <applause> في ظل هذه السبع سنين يمكن المغرب حقق أكثر الانتصارات في قضية الوحدة الوطنية مزيد من الاعترافات الضربة ديال القوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات ال 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 الانتصارات في الدبلوماسية ومع ذلك يعاد لثالث مرة انتخاب بن بطوش والتفسير البسيط باين وهو ان هذه المجموعه من البشر تحت هم تحت رهينه عسكر الـ أه. الجزائر وهذا هو ما تبرر ان بن بطوش يقول او تبون تيقول لك بان هذا الموضوع لن اتخلى عنه ولن كذا لو كانت شويه ديال الديمقراطيه في تلك المنطقه ولدى المحتجزين في مخيمات العار أه. كان النص او اكثر من نص غادي يمشي للاطروحات المعاديه للانفصال وربما تحل هذا الموضوع. دابا آه. هو باش يطلع رئيس هو عمليا انتهى كيف انتهت معاه الجماعة باش يطلع رئيس من اجل الشرعيه الانتخابيه صوت عليه قرابه 1200 1200 ففي هذا السباق الشرعيات هذوك ال 1200 اللي صوتوا عليه كيساويو عدد الناخبين المغاربه اللي صوتوا في جماعه ترابيه وحده في انتخابات ديال سبتمبر 2021 في انتخابات الانتخابات ديال 2021 عدد المغاربه اللي صوتوا في جماعه ترابيه واحده في الاقاليم الجنوبيه كيفوت عدد الاصوات اللي حصل عليها ابن بطوش لذلك آه همكتبه، همكتبه. 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 لذلك همكتبه. فاش كبيرة كنا كنهضروا على الجهات والجماعات الترابيه البوليزاريو فقدات الصفه ديال انها الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين مم. والامم المتحده ولات كتعامل مع مجلس جهه العيون ومجلس اخر جوج ديال المزاليج دي الجهويه في الصحراء داخله داخله على انها ممثلين ديال الصحراويين وشاركوا وتم استدعاء ديالهم وشاركوا في المباحثات المفاوضات مباحثات مباحثات تمهيديه للاستئناف او للعوده للاستئناف في المفاوضات المفاوضات فهنا كيبان لك الفوارق الشرعيه شوف نسب المشاركه هنايا وعدد الناس اللي وشوف اقوى النساء وشوف كاين مزيان باش المجتمع أها. الدولي شو يحسن ولكن دولي ما غنفلتش ما الفرصه الاخوان ونفلتش انه كيف ما فوجت على راسي مع سي تبون بغيت نفوج معكم ونشارككم التفويجه ولكن في نفس الوقت تعاونوني على حل واحد اللغز م -م. سمعنا كريم نيتسي ما قاله فخامه عبد المجيد تبون لقد لقد اكتشف الشعب بجداول من خران كان من, من النهوبه من, من الاموال التي التي نهبت هذه غاعله وحده عندها 500 الف مليار شحال تصوروا يعني الباقي هذه غاعله وحده عندها 500 الف مليار عاود رجعك كريم تصوروا يعني الباقي سول سول يا عمر مليار لا عندها عندها خمسمئة الف مليار لا عندها عندها الف مليار عاود عندها عندها مليار عاود عندها عندها الف مليار 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 تصوروا يا عمي يا عمي الباقي هذا المال المال كان قاعد كانت الجزائر الجزائر تصبح قوة اقتصادية قارية, قارية ومتوسطية وغيرها وغير. بلاتي صافي يا كريم نيتسي قبل من 500 اشحال؟ 500000 مليار 500000 مليار 500 قال لك سنه ضوئيه بلاتي به كان بامكان الجزائر تكون قوه تكون قوه كيما كيقول لنا قوة لا هذه قوة هي كما قوة قوة ضاربة هي قوة دابا ضاربة قوة لو كان كانت خمسة خمسة الاف شحال خمسمية الف الله يرحم باك عاودة كريم قال لك تكون قوة قارية 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 كانت الجزائر الراديو خصو يسمعونا انا مزاوك <applause> <applause> عطيني 500 مليون قطع عليهم الميكرو هاد الجوج الله يرحم بها الوالدين تنسى الوسي تبون عادي دوي من بعد تبون هاك 500 الف مليار تصوروا يعني الباقي 500 الف مليار يعني نص مليون مليار بالدينار ما عادش حاجه تعطينا حاولت قبل نصرفها في جوجل ما خرجش لي هذاك الشيء ولكن سمعت وسائل ولا قريت بالاحرف في وسائل اعلام دوليه كيتكلموا على سته وثلاثين مليار دولار سته وثلاثين مليار دولار اللي قال السيت بون لقاوها عند عائله وحده انا كنتصور دوك المخابئ ديال صدام والمخابئ ديال زين العابدين بن علي جوج الامور دابا سته وثلاثين مليار دولار مخبيه واش هذه دوله إذا بنيتها بالفلوس. هذه تكون عمارة مبنية بالفلوس. إيه إيه الفلوس. قلبت لقيت بأنه الميزانية العامة للجزائر في الفين وثلاثة وعشرين مليار دولار. بمعنى ستة وثلاثين مليار دولار. اكثر من ثلث ديال الميزانية العامة للدولة الجزائرية. وواحد فاصلة خمسة يعني مرة ونص الميزانيه ديال التسلح اللي هي 22 مليار دولار دابا واش حنا ما سمعناش مزيان تبون ما عرفش يدوي تبون غلط ليه الصرف وقع عليه بحال جوجل داك النهار ملي هبط الدرهم وطلع الاورو شي حاجه ما زاكياش هاد لافير كلها اش بان التحليل ديالك عمر الشرقاوي انا تحليل واحد انه دي الشروط ديال انتخاب رئيس الجمهوريه في الجزائر هو السلامه الصحيه والعقليه النفسيه لي انه هذا الشرط ما كانش مطبق على سي دابا انت قلتي جو ذاك النهار تيقول على الجزائر قوه ضاربه شي خطاب بحال هذا دائما كيقوله. ودابا تيقول انه كان ممكن تكون قوه قاريه فهمناها ومتوسطيه فهمناها وغيرها فضائيه مثلا لذلك ف بحريه <applause> هادو من الناس اللي كترفع <applause> عليهم القلم لانه جيب يا فم ما عمرني عقلت على عبد المجيد تبون من نهار بديت كنتبعو عمرني عقلت عليه قال جملة سياسية تليق برجل دولة وبرئيس جمهورية صافي سالت الهضره في هادشي الدراري ما بقاش الوقت بزاف راسكم يلاه شي ساعه الله ربي يبقى لنا ولا نص ساعه الا إيه بغينا نستحوذوا عليهم على واحد ربع ساعه تاني نديروا شغل يدينا استعمال السلطه المعنويه ديال ديال غرفه الفار لا لما ما عندنا ما نديرو الاشواط الاضافيه يعني الاضافيه اه غادي نعياو عاوتاني غادي نعياو ولكن بناء على الشيء. اللي 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 قالت بول ماشي في هذا الصرف ملي كيتكلم على القضيه ديال ديال الصحه ويلا عقلتو ديك المره كنا قلناها ولا ما كنت كتبتها قلت بانه كان كنحسو بانه كاين واحد الجو متوتر الدرجه ديال التوتر طالعه مقارنه مع واخا كان التوتر في السابق ولكن مع بدايه 2023 كتحس بانه الدرجه ديال التوتر مرتفعه بشكل يمكن غير مسبوق على الاقل م. في ال... في هذا الوقت القريب لينا وإلا عقلتوا من الحلقات الاولى ديال فاش كنا في العصابه تكلمنا كنا كنتكلموا على ان المغرب مستهدف كيضحكوا علينا كنقولوا شي ح... شي حاجه كتخطط للمغرب لانه خالق شخصيته الجديده دوليا وعالميا كيقول لك طباله وعياشه فثبت اخر محطه هي القرار ديال البرلمان او التوصيه ديال البرلمان الاوروبي ديال الاتحاد الاوروبي بانه داكشي اللي كنا كنقولوا والله ما كان غي تبرات ديال الطرح على المشاكل الداخليه ولا كنا كنضرقوا الشمس ال... ال... بالغربال بل كانت البوادر ديال انه الخطوات اللي دار المغرب باش يخرج من الشرنقه ديال بزاف ديال الجهات وديال التكتلات الدولية وديال الدول غادي تخلي ناس كيديروا ردود فعل باش يهرسوه رجع لحجمك طبيعي بالنسبة لهم رجع كتسمع الهضرة رجع مبني وي وي كيف ما كان في واحد المرحلة لهذا انا كنظنش ما واش كنبالغ الا قلت ما, ما تكونش اخر ضربه لا الضربات مازال جايين الضربات انت مطولا يوزدا في هذا الموضوع تذكر رضوان انه من 2014 بدايه الجولات الملكيه في افريقيا واللي كانت مشات للغرب القاره والجنوب ديالها والشرق ديالها وحتى البلدان اللي كانت عندنا معها قطيعه بسبب موقفها من الصحراء ربطنا معها علاقات دبلوماسيه على اساس نتعاونوا في الجانب الاقتصادي والجوانب الاخرى ونخليوا الموضوع على كل حال في هذه الجولات الافريقيه كانت الخطب ديال الملك كلها خطب تحرريه من النزعه الاستعماريه كتقول بانه صفحه جديده يجب ان تكتب داكشي القديم فهنا كان المغرب كيقدم سيره ذاتيه جديده وهذه السيره الذاتيه الجديده اللي كيقدم زاد عززها من اللي مشى لروسيا ومن مشى للهند ومن مشى دار الشراكه الاستراتيجيه في الصين <applause> الان ان الصين وروسيا هي المشكل والهم اليومي ديال الاوروبيين <applause> و -و -وزنا في هذه السيره الذاتيه المغربيه الجديده من خلال التحالفات الاوسع اللي مشات تعززت مع الولايات المتحده الامريكيه وانفتحت على شركاء جدد اللي <applause> هما اسرائيل وكانت ايضا مواقف مغربيه صارمه كلما تمس المس بالمصالح ديالو شفنا اتفاق تبادل الاتفاقيات اللي مع, <applause> مع اوروبا شفنا حتى مع الولايات المتحده الامريكيه من اللي بغات توسع صلاحيات المينورسو ومراقبه حقوق الانسان في الصحراء <applause> على كل حال تفاصيل كثيره في هذه السيره الذاتيه غير كل واحد وكيفاش قراها <applause> <applause> وحنا اللي شفناه في قرار البرلمان الاوروبي او توصيل المناقشات اللي دار البرلمان الاوروبي هو الجواب الاوروبي على هذه السيره الذاتيه المغربيه الجديده. <applause> من قبل كانت عندنا اجابات متفرقه على مستوى الحكومات لقومات قومتنا اسبانيا قومتنا المانيا وهذا بجوج قدمنا معاهم طريقه نموذجيه في كيفيه تدبير النزاعات وتضارب المصالح ما بين الدول ورغم ان الصداع قدا شويه الوقت ولكن وصلنا لانه تم التوافق معهم بجوج وتم تقديم اليد لفرنسا <applause> فعلى على على مستوى الحكومات كاين هذا التوجس من هذا التوجه المغربي ولكن بدرجات مختلفه غير هو داخل اوروبا تشكل واحد التوجه واحد بيئة معاديه مضاده للمغرب منذ هذاك التقرير اللي كان منصوب للمركز البحثي الالماني كيتذكر على المغرب كقوه صاعده ويجب لجمه لانه هو غادي يخل بالتوازنات في شمال افريقيا وغادي يخل كذلك بالمصالح الاوروبيه خصوصا مع مسألة المساله ديال الشركاء من هذيك اللحظه هذاك التقرير ما سالش ما انتهاش وانما تحول الارضيه سياسية جمعات واحد التكتل كبير ديال الاطراف المتضرره واللي كاين ديالها في البرلمان الاوروبي هو النواب ديال البلد المتضرر اكثر اللي هو اللي هو فرنسا ردود الفعل المغربية اللي كانت على تقرير ديال البرلمان الأوروبي ماشي كانت لأن المغاربة يعتبرون بأنهم يعيشون في جنة ديال, ديال الديمقراطية وحقوق الإنسان بحالنا بحال جميع البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها فرنسا عندنا قضايا حقوقيه عندنا فيها نقاش اما القضايا الكلاسيكيه اللي باقي المجتمعات كتحاول تقدم فيها اما قضايا حقوقيه جديده مازال ما قدرناش نقدموا فيها اجوبه ولكن هذا الشيء كنناقشوه بيناتنا بل اليوم في المداخلات ديال اليسار الفيدراليه اليسار ديال الاشتراكي الموحد في البرلمان وكيبان عندنا كذلك في النقاشات اللي كدير الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وفي النقاشات اللي كدير على جميع مش ديمقراطية دي 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 الله دار المؤتمر ديالو طلع ديمقراطية الله دار فالمشكلة عندنا ماشي في أننا كنقولوا احنا ديمقراطية كاملة وفضلة ومثالية احنا تنقولوا الخلفيات والسياق التي استعمل فيها نقاشنا الداخلي الوطني واللي احنا قادين عليه بيناتنا من اجل ابتزازنا وبواحد الشكل كاريكاتيري شفتي شكري. يونس اذا سمحتي باش نكمل الفكره وعمر بطبيعه الحال يتدخل بحكمته ورزانته المعهودته إيه؟ الله الاستاذ الجميل الجليل ملبسين الثنيات ديال لا بالعكس <تصفيق> 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 حقيقه هذا الشيء البرلمان الاوروبي هو عباره على دعوه الى العوده الى بيت الطاعة الاوروبي والمغرب يرفض ان يعود الى بيت الاستعمار لا شوف الأوروبي. المغرب قلنا شحال هذه خلق شخصيته الشخصية الوطنية المغربية الجديدة. المغربية جديدة جال بها عبر العالم أشهرها إلى العالم قال لهم هاش شكون هو المغرب اللي الملك محمد السادس داكشي اللي كنتوا كتعرفوا شحال هادي كان عنده سياق وكان عنده حيثيات وكان 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 دابا كنعيشوا مرحلة أخرى من حق المغرب أن يطلب وأن يفرض انه يعامل ماشي باستثناء الند للند انت فرنسا انا المغرب انت اسبانيا انا المغرب انت سميتك المانيا انا سميتي موروكو انت سميتك امريكان انا سميتي المغرب هذا كاين اللي كيحقر هذا الخطاب كيقول كي واش كون حنا كان الخطاب ديال ولا ولا لا لا حنا المغرب احنا و... نفس المغرب واللي وهذا باش ن... باش ن... باش نزيد في هذه النقطه ماشي دائما ما يصنع الأنف ديال الدوله هو امكانياتها العسكريه ولا السياحيه ولا السياسيه ولا المعدنيه ولا ماشي دائما لا الهيبه الجزائر كلها ثروات ما عندهاش هيبه حتى اللي كيخضع للابتزاز ديالها ماكرون راه كي كيمشي بحال بحال شو كيف الطريقه باش كيمشي كيتلاقاو تما كتحس بانه كاين شي حاجه اللي ماشي هي بانه في الراديو ما نقدرش نقول الكلمه ولكن فهمتوني شنو هو ما كتحسش بانه الهيبه ديال دولة ديال الحاكم ديال النظام المغرب لا فيه واحد الحاجه سميتها النفس يقدر يقول لك لا وكتطب والله ما فيه لا تطب لا والو وكنظن الا ما كنش غلط من المرحله ديال الكركارات الشعور الوطني والاحساس ماشي بالتفوق ولا الشوفينيه لا بان انا المغرب احساس بالانتماء بالانتماء والدفاع للمصالح العليا ديال البلاد والثوابت ديال البلاد يمكن كنديروها بعض المرات بطريقه مفرطه يمكن كندير ولكن حنا في مازال في مرحله ديال الفوران الوطني إن طبيعي جدا بانه وإلا لاحظتوا الاخوان قولي غادي تلاحظ جوج ديال الحويجات داخليا المغاربه ملي كيكون مشكل ديال ديال الحريه ولا ديال الاحتجاج ولا ديال الاسعار تيكون مواقف من الحكومة <applause> مع من, <السلطة تصفيق> من الدولة من البلاد ولكن إن فوا تيكون الاحتكاك مع الآخر كنولي مغربي غادي تلاحظ بان التفاعلات في شبكات التواصل الافتراضيه كتحقق اعلى المستويات القياسيه ديالها في المحطات الوطنيه في المحطات الوطنيه واعلى التدوينات اللي كتكون عندها متابعه على المستوى الشخصي ديالي انا هي اللي كانت يا في التوتور ديالنا مع اسبانيا ولا مع فرنسا ولا مع المانيا لانه المغربي كيحس انه تقدر تكون ما جاوبتيش ليه بشكل كامل على مشاكله الداخليه ولكن انت كتعطيه مشروع وطني ديال تموقع جديد للمغرب بين الامم المغربي ما تعيش غير في واحد القوس عطيش <applause> لا لا صافي وصل لفرنسا ورجع ومشى <applause> لكركارات وما عندوش الفواصل هو كيخيط داك الشيء فهمتي <applause> داك عنده طرز 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 رباطي لا لا ما, ما مختلفينش ما مختلفينش في الفكره قلت المحطه الاولى كانت في الكركارات ذاك الابداع انا كنسمي الابداع ديال القوات المسلحه الملكيه بدون ضجيج شوية كاع ما مشتيك تحس بحال الا داك الشيء ديال تيقول عليها حاجي جيب آه، شتي الدق ما كانش زعما كان بك غير ديال معلمية دي المعلميه انا كنقول لك داروها الطريقه باش مركزياش الهدف الاول ضد كندا هكاك بدون ضجيج هذاك إيش كيسميو الحفيف ولا الفحيح فحيح آه صح حفيفو فحيحو صحوا لي حفيف ولا فحيح المهم بحال بحال غيب شويه ولكن ذاك الفحيح كيكون مرعب ذاك الفحيح كيعطي الهبه الماليه تزادت هذه وان لا علاقه لها بالسياسه ولا بالدبلوماسيه غير محطه ديال قطر بغينا كرهنا كان استثمار غير مسبوق وهذه يمين السماء للترويج للتمغربيت واللي ضخ درنا واحد الدوباج مشروع في, في, في توطنيت وتمغربيت ديالنا اذا ما بقاش من حق اي دوله كيف ما كانت المغربي ما بقاش كيقبل شي حد يجي يحسسو مجرد احساس بانه انا متفوق عليك ولا انا احسن منك ولا انا ولا انا ولا انا, ولا ولا أنا. والدليل كذلك وانه في المحطه ديال الاتحاد الاوروبي كنقدر نقول شويه الاختلاف من بعض يعني على كل حال كيبقى حقهم ولكن في المجمل يقول لك شوف الكره في تيراني داكشي بيناتنا ندوروه بيناتنا نختلفوا ما ما تحد ما قال حنا جنة ديال الديمقراطية كيف ما كان كيقول السي الرميد ما تحد كيقول لك حنا واصلين ما فين في معدل النمو بمآسينا ومشاكلنا و و و هادشي كله لا يلغي طموحنا 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 والراية ديال المغرب انها, أنها 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 تهز ولكن في نفس الوقت يمكن نتعلموا غير درس واحد ما نبقاوش نخليو لشي واحد باش يبدا يتبرد ما نبقاوش نخليو لشي واحد فرصه ولو عندنا فرصه نسكتوه قبل ما يدوي واخا كلامه مردود عليه وفيه نقاش وا 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 ما ما زدنا ما ديك العباره ديال تحصين الجبهه الداخليه حيت الجبهه الداخليه محصنه اللي كتهز الرايه كيتكلم الملك صافي سدينا ال... سدينا ال... سدينا الفيلم ولكن ما فيها باس ننتبهوا بحال الكره كتكون محصن الدفاع مره مره كتوقع لك واحد في خط الدفاع كتخليه يدخل حيت هذاك اللي كيتسنى من اللي يدخل ليك ما غاديش يقول واش عن... انت على حق ولا على صواب كيشد كيخدم لك واحد الحاجه وكيدير البروباغندا والا ما لو مشى لتونس تونس, تونس دابا مزيانه ياك قيس سعيد ما عادش بقى يدير بقى غايصور تونس شي نهار ما الجزائر مشى للجزائر شحال من واحد مشدود في الحبس في الجزائر هاد العملية الانتقامية اللي كتسمى باسم محاربة الفساد اللي دي منها ديك 500 ألف مليار درهم آه شحال دينار ولا درهم ولا دولار علاش فبالتالي هذه معركه ديال الاتحاد الاوروبي زعما كره طائشه فهمتي ماشي تسلل بين معيقه مم. هي 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 هي, هي قوقعه فارغه بقى البرلمان الاوروبي كله قوقعه فارغه والقرار ديالو حتى هو غير ملزم لكن الدلاله ديالو شوك. انه كيبين لنا بانه كاين بيئه معاديه للمغرب تتمدد وتتوسع داخل اوروبا وتيخصنا نقدموا عليها جواب شوف انا بعدا آه نقراو هذا القرار آه في السياق ديالو وفي وف وف التداخلات اللي يمكن مشتبكه تعطينا مثل هذا القرار آه السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه واش كان يمكن مثلا البرلمان الاوروبي يقدر يسأل المؤسسات الوطنيه ديال دوله من دول اوروبا ويملي عليها القرار اللي يمكن تاخذه <applause> واش كان مثلا البرلمان الاوروبي يمكن يدير توصيه بمطالبه قضاء بولونيا باتخاذ مواقف مستحيل <applause> لماذا <تصفيق> لان البرلمان الاوروبي كاحد المؤسسات بالاضافه الى المفوضيه ومجلس الاتحاد والمحكمه الاوروبيه والبنك الاوروبي وعدد من المؤسسات هذا البرلمان ولا هذه المؤسسه مبنيه على واحد المبدا اساسي وهو عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول هذا 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 مبدا انا يعني ماشي شغلك ديها شغل في والنقاش في البرلمان الاوروبي اللي ما ت... اللي ما جعلش البرلمان الاوروبي ويكون دستور اوروبا ويكون كذا هو ان هذا البرلمان الاوروبي والمؤسسات الاوروبيه مهما علا شانها لا تعلو على السيادات الوطنيه هذا هو النقطة الأولى من تلقى أوروبا أوروبا ما استطعتش تدير أوروبا تحولها إلى دولة فيدرالية عند دستور علاش؟ لأن فرنسا باغية سيادتها الإنجليز بغات سيادتها ونحشونا بغات سيادتها وخرجت في حالتها وكذا أنا تنقول لك هذا الإنطلاق ديال علاش نبني أوروبا طيب أوروبا خصنا نفهموا أنه هذه واحد العامين وقع فيها واحد الانتخابات اللي تتأسس عليها انتخابات البرلمان الأوروبي والبرلمان الاوروبي ماشي احزاب دول هي احزاب عابره للدول بمعنى تلقاو حزب المهيمن اللي هو الحزب الشعبي وهنا <applause> خصنا ننتبه واحد القضيه آه الانتخابات او التصويت على ملتمس مستعجل اللي ترفع الجلسه العامه هذا فيه نقاش علاش ما حضرش السؤال او من الاسئله علاش ما حضرش الحزب الشعبي علاش؟ مم. هو أكبر تكتل لأن اللي حضروا هما 430 والبرلمان الأوروبي شحال فيه 704 بالديبار ما حضرلكش 274 في التصويت أه. وإلا رجعنا للتوصية اللي صدر البرلمان الأوروبي ضد الجزائر في نوفمبر 2019 راه التصويت صوتوا عليها 600 وزيادة أو 19 الى بقيت عاقل مع العلم انه كيفاش تحول التوصيه تدين الجزائر الى حب بين اوروبا وبين الجزائر بسبب الغاز المساله هي مساله فيما قلت في سيونس جزء منها قالوا ارضوان هو مرتبط بالخيار الاستراتيجي لدار المغرب واللي خيار مبني على اننا ما بقيناش بلد مفعول به بل بلد فاعل ماشي خادم شريك ماشي تحت الوصايه المغرب خي عدد الخيارات الاستراتيجيه ديالو والتحالفات مع اسرائيل مع امريكا دابا راه وزير الخارجيه روسيا غديجي يجي اذا المغرب عنده خيارات اخرى هذه الخيارات تقلق اوروبا فاش تقلق اوروبا باش تجاوبك اوروبا تتمشي لواحد المجر اللي خاصنا نعاود نفهموا اوروبا هذا القرار الاوروبي البرلمان الاوروبي شكون اللي متحكمين فيه شنو هما الدول اللي متحكمين في البرلمان الاوروبي وبما فيهم الاتحاد الاوروبي كانوا شحال هذه ثلاثه دول قوية المانيا وفرنسا وانجلترا وفي درجه ثانيه ايطاليا اسبانيا والبرتغال الان اللي مهيمنين بجوج هما المانيا وفرنسا بخروج أه بريطانيا من يخرجوا هذو المهيمنين فاش يكون عندك صراع مع شي دوله من هذو وما تقدروش يواجهوك اما مباشره فهم تيواجهوك بالوكاله شويل. والوكاله هو الاتحاد الاوروبي وفين برلا تيواجهوك برلا. او البرلمان, البرلمان فين تي تيواجهوك؟, تيواجهوك في جوج الملفات كبيره الملف الاقتصادي لانه موضوع ديال بيصور البرلمان, بيصور البرلمان سي سي موضوع ديال البرلمان, البرلمان الاوروبي اتفاقيه الصيد البحري الفلاحه وتيواجهوك في موضوع حقوق الانسان في اللجان وعبر الملتمسات اليوم عاد اليوم عاد دابا <applause> <ديوم. تصفيق> قبيله كل... <applause> اش ما معنى ان البلاغ يجي يقول اغناسيو سان الذي يتعرض لمضايقات قضائيه فين عمرك شتي انت شي مؤسسه ديمقراطيه تتقول لواحد وتشريعيه لأنه مشرعين تيقولوا لدوله اخرى علاش تمشي انت لدوله اخرى وتمارسي حقك في التقاضي؟ واش هذه اذانه لاسبانيا لانه اذا القضاء ديال اسبانيا ماشي هو هذاك كيفاش تضايق ثانيا ثانيا تجي تقول يا سيدي بانه تخلط لي شعبان مع رمضان تتخلط لي موضوع الاعلام وتتخلط لي موضوع رشاوي وانت كبرلمان من ضمن المصوتين من البرلمان شكلوا لجنه تتكون من 38 نائب في البرلمان الاوروبي للتحقيق في قضايا تجسس بيغاسوس وعملوا تقرير وقالوا لم نجد اي دليل يدين المغرب في بيجاسوس. ودخل في التقرير عمر عمر وبعد عمار ذلك وبالتالي نكمل هذه النقطه بعد ذلك تجي تدخل لي الرشاوي وانت في اطار تحقيق وانت كمؤسسه تشريعيه والقضاء الاوروبي وقضاء بلجيكا خدام وانت تتهم المغرب برشاوي هذه ماشي عمليه ماشي عمليه زعما الدفاع عن مصالح حقوق الانسان في المغرب هي عملية استهداف ممنهجة من أجل الخيارات اللي اختار المغرب ومن أجل الرجوع الجواب طبعا شوف حنا ما تنقولش راه قلتي جواب الجواب وراه البرلمان ديالنا اليوم الجواب حنا ماشي دولة تنقولوا جنة ديمقراطية لكن ماشي حنا جهنم اللي تتقولوا لنا نتوما وماشي المؤسسات القضائيه عندنا جالسه وتدير اللي بغات والمؤسسات الامنيه جالسه وتدير أنديفكا أنديفكا سمح سمح اللي بغات رحنا في دوله ديال المؤسسات اسمح لي دوله المؤسسات ما يمكنش لشي دوله تدخل عندنا في المسخون, المسخون حقيقه غير يسمحوا لنا انا تفكرت اش قال واحد المعلق خليتوني كاع نهضر الله يودي السي عمر عمر لقد تألقت في كل ما قلت انت <applause> عمر جوج الناس اللي كيهضروا بهذه الطريقه في ميد راديو وكنعطيوهم هذه المساحه الزمنيه كل الله يجازيكم بخير وانت وسي الدريبي اي 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 ما تبقى كيتكلم شويه و و و و و والله يونس هذوك التقطيعات اللي قطع لنا يونس الا جمعناهم هذا الشيء من الان فصاعدا اليوم درت معكم الاستثناء راه قلت لكم مره مره مازال البرج مازال البرج وجبت الصفاره <applause> <ش> لهم الصفاره غاد <شغاية دويو> وغتقيسو <applause> لا, <أصاب يحصل. تصفيق> لا انا كنت كنسمعكم وكنت فاش تكلمنا على الشخصيه المغربيه الجديده فاش تكلمنا على النفس المواطناتي <متاز> الفخم اللي اللي رجع عند المغاربه واللي بان في المحطات الاخيره تفكرت ما كان يقوله وما قاله ذاك المعلق العماني آه البلوشي كندر. بلوشي بغيت نسمعها والله الا بغيت نسمعها ولا عطيتها إيه للمغاربه كاملين بغيت تسمعها لي دابا اخي سامي الله يطول لي عمرك من ترابك من مائك من جبالك من هوائك من اريافك من مدنك من كل شجر وحجر يسكن ارضك يا مغرب تشربنا السموم الا تنشدون كل صباح اخوتي هيا للعلا غنوا في ليالي الأنس عمرك شفت لسباع خايف كيف خلاع هيا هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا أراه وأنا أقف على جبال الأس الحمراء أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا أنزل البحر فأعبر المضيق جارتكم وجارتنا فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس واسألوها كيف إننا لا ننكسر لا نهزم ولا نغرق أمام أساطير ماجلان وأحفاده إن عدتم عدنا وإن جئتم أغلقنا جبل طارق وأطلقنا الأسد الأطلسي بكل ما فيه من نهم وحلم وعروبة خذينا إلى السماء وما أجمل أن نبكي في السماء فستسقط الدموع في أرض عربية من أجل راية عربية خذينا يا مغرب فأنا تواق للفرح كأي عربي ضاق من الهم والحزن والانكسار خذينا يا مغرب فاليوم كل الأماء المعلقة ما بين أقدام شكرا سميد كنت لك دانان فكرت دانان معناتها شكرا سامي عارف على هذا المساهمة الجميلة خليل بلوشي أبدع ولخص عمرك شفتي السبع ديال لحاتي عمور عمرك شفتي السبع كيتخلع وهذه زعما كده لي الميساج 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 به. ولكن دام درنا هذه المساهمة والله العظيم تسمحوا لي أنا بغيت نعطي واحد ما كي كيف ترقيقيش ديال المعلمية ذاك دي المنتخب الوطني ديال كرة اليد دي. أنا ما كنت عارفهم لا لاعبين لا فين مشاركين لي واحد نار واحد الريمونتادا ماشي تاريخيه تاريخيه جغرافيه اسطوريه كريم عندك 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 الفيديو كنظن ياك غتسمعنا الصوت بتعليق جميل جدا <applause> اسمحوا لي راه ما في الفيديو اصاحبي شت الصوت هذا هذا التعليق ديال لا هذا التعليق ديال ديال المباراه ديال الكاميرون مع الجزائر وجابوا الهوند راك <applause> اخويا راك اسمحوا لينا اسمحوا لينا أسمح أسمح هنيئا برافو يلقى الفيديو نقول واحد الفكره لا دوز بغيت فكره انا بغيت غير نقول برافو للمنتخب الوطني ديال كرة القدم وحنا دي شفنا ديك ديك نص نقول نص نهار بغينا نقولوها لبرافو قوليا قوليا لطارق برافو قول دابا ديك التناقضات كلها اللي شرتي لها عمر هي ان البرلمان الاوروبي محدد مسبقا النتيجه اللي غا يوصل لها بناء على على السياق وهذا هو اللي خلاه طاح في عداد ديال التناقضات بما فيها حقوق الضحايا بما فيها التدخل في سياده الدول بما فيها حتى حق الدول في التقاضي في مواجهه الافراد المغرب رد بشكل هادئ ومتناسب البرلمان اليوم رد على برلمان المجلس الوطني لحقوق الانسان جاوب على التقرير في الجانب الذي يخصه يا حريه الصحافه المجلس على السلطه القضائيه جاوب على الجانب الذي يخصه في التقرير والسيده القضائيه واحترام الاحكام فكل كل جهه جاوبات في الجانب الذي يخصها وهنا ما يمكنش يكون عندنا جواب ديال الوزارات الخارجيه ولا لا علاقة التشريعيه مع مع بعضياتهم هذه هذه حنا كلنا متفقين على انها تقرير ابتزاز آه من اجل كيخفي وراء حرب اقتصاديه فهاد الحرب الاقتصاديه المغرب خصو كذلك يجاوب الادوات ديالو فالمغرب الدبلوماسي الرسمي ما يمكنش يتواجه مع اوروبا الدبلوماسيه الرسميه لان ما خرجاش فاس صحيح خارج الاتحاد يعني دايره الانتريم هما تلقوا علينا مؤسسه واحده من ديالهم مصر. عندهم المحكمه العدل الاوروبيه عندهم المفوضيه الاوروبيه عندهم البرلمان الاوروبي تلقوا علينا البرلمان الاوروبي حنا احنا دابا المؤسسات السياديه الوطنيه دارت اجوبه ولكن حرب اقتصاديه خصنا نواجهها بحرب اقتصاديه لذلك انا تنطرح السؤال شنو غادي يقدر يدير راس مال الوطني المغربي الاقتصادي الوطني المغربي راس الوطني المغربي القطاع الخاص المغربي اللي عنده ارتباط كبير بالمصالح الاقتصاديه ديال فرنسا اساسا وكنظن ان البرلمان المغربي اليوم هضر بوضوح على ان البرلمانيين فمصالحنا الاقتصاديه مع فرنسا فرنسا دايره عندنا حرب اقتصاديه من اجل انها تبتزنا في هذا الطموح اللي غادي ليه هو في التغيير اللي كنديروا خصنا نجاوبوا عليها كذلك بادوات اقتصاديه غادي نجاوبوا واضحه واضحه عندي واضحه الفكره واحد النقطه ضروري كذلك الفرنكوفونيه ديالنا اللي مرتبطه بفرنسا واللي ممكن انها تعب ضغط فينا هي كذلك فينا هي كذلك دبلوماسيه الاحزاب السياسيه <applause> اللي ممكن انها تمشي للبرلمان الاوروبي ودير تشابكات وعلاقات مع التعبيرات السياسيه اللي كاينه الان في هذا البرلمان اللي كنتخشع كنمشي اللي كاينه كيمشي كي الصوت <applause> من اجل التاثير واقناعها في وبالمناسبه دريس الشكر دار اعمال جيد تحرك بواحد الشكل مزيان في هذا الجانب هذا والا بغينا نديروا شي اشاره بين قوسين ف خصنا نرتقيو في 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 الترافع ديال دفاعنا على حقوقنا الوطنيه حنا تنكونوا اصحاب قضيه عادله ولكن خصنا نترافعوا عليها بشكل جيد وخص المستوى ديال المداخلات ديالنا والمستوى باش كنهضروا يكون على مستوى الحدث وكنظن انك فهمتيني علاش بسرعه عمر, عمر. البرلمان الاوروبي دابا هذيك القضيه غادي غادي دي في يدك المغرب المغر... البرلمان المغربي البرلمان الاوروبي كان عنده مواقف وبعض بعض الاجنحه في الخضر في اليسار في اليمين الشعبوي كان عندهم مواقف وهذا رايهم وشغلهم هذاك دابا خصنا واحد القضيه راه اسبانيا اللي موقف مفيد للمغرب وهنا تنشكر بعدا او حنا كمغاربه خصنا نتمنوا الموقف ديال البرلمانيين ديال الحزب الاشتراكي اللي صوتوا ضد بيسرعة القرار بيسرعة لا ولا مازال هذه انا نقول غير واحد المحاضره عمر غير واحد بسرعه بسرعه الان حيت تلفتي ليه راه خصني نتلفك سي ما تسكوش ليا باقي لي باقي لي هال كانت عارفه, ده عارفة ده انها مستهدفه بحال المغرب في هذاك الوقت نقول لك كانوا تيتستناوا المغرب في الدوره جات القضيه اللي ما خصناش و... نبعدوها في التحليل وهي قضيه قطر جيت لان البرلمان الاوروبي ما قدرش يهضر مع قطر ولان البرلمان الاوروبي باغي الغاز حاول يخلق واحد الجو ديال الترهيب في البرلمان من اجل تمرير هذه التوصيه ضد المغرب جزء كبير من 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 اصدقاء المغرب كانوا ضحيه عمليه ترهيب ممنهجه في البرلمان الاوروبي خوفا ومن انهم يتبتزوا بموقفهم لصالح انا كنظن الايجابي ولكن خصنا نتوقعوا عمر شرقاوي عمر شرقاوي يزداد فقير الساده المتابعه الله ودي ما خليناكش تسبعنا خليتوني ندوي قاعد نار انا رجعتوني بحال <تمتعليق> ما انت انا عندي التصويت في هذا الموضوع الله يهديكم حتى هو اللي قلت شي الله يودي قطر قايد سنه عاوتاني ولا شي حاجه لا 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 والله العظيم بكل جديه كيظهر لي ما كان مهما بغض النظر على الجانب ديال الضغط وعلى كل حال ما نظنش لا الرسميين ولا غير الرسميين تفاجؤوا لهذه المستجدات يعني كانت باينه في نفس الوقت كيدل على انه الانخراط ديال في هذا المسار راه غادي قاضي غرض لانه لو ما اوروبا بالانزعاج ومجموعه من الانظمه والدول بالانزعاج ما كانش غادي يكون رد الفعل بهذا المستوى غي الكره ديالهم طائشه يعني بادين اورجو من الاول الهجمه الهجمه بادية اورجو والا غنقول لك بشكل بسيط نمشي معك قال لك تبع الكذاب حتى الدار عينك في حقوق الانسان مزيان انت هو حامي حقوق الانسان في العالم الجزائر ما عندك مشكل اسيدي حنا سيئين حنا ما فينا مصلح إحنا خايبين الجزائر احسن منا اذا هذا ما بغيتش نقول تونس تكلمت عليها قبيله يقولها يقول بعدا مجلس حقوق الانسان راه هادشي اللي كنقول لك هذا سويسرا هذا جزء من النتيجة اللي غيتحملها المغرب تحملها وغيتحملها ومازال غيتحملها لأنه دار الاختيار ديال أنا ماشي معكم ماشي تابع لكم شريك مرحبا نتفاهموا أه... نتفاوضوا نسقوا مرحبا ولكن ما غاديش نكون حديقة خلفية طبعاً. أنا سميتي المغرب المغاربة سميتهم المغاربة الهيبة المغربية الدوله المغربيه النظام المغربي ما بقاش كيقبل انك تتعامل معايا بمنطق غير المنطق ديال الند للند فبالتالي اللي كيبقى شارلي هيونس سو الخطاب ولكن خصنا نبقاو مستعدين دائما درنا اختيار ديال انه ما نبقاوش كيما بكري وفيه الكلفه فيه كلفه اذا خص شي العتاد ماشي العسكري العتاد ديبلوماسي. الدبلوماسي الدبلوماسيه الرسميه تشتغل ولكن راه ما يمكنش البرلمان غادي يجتمع آه يهضر البرلمان الاوروبي لا يا عمر زعما ما نخبيوش الشمس بالغربال نثق في وطنيتهم نثق في تجندهم نثق 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 ولكن الاليات خصها تشتغل 24 ساعه على 24 ساعه على مدار الشهر آه. ماشي ندير مو... ماتش زوين في ف... ف... الدوره ونقول خسرنا مقابله وربحنا فريق لا وهذا ماشي مسؤوليه الدوله بالدرجه الاولى ولكن كذلك مسؤوليه المؤسسات كلها مسؤوليه الناس اللي عندهم ناسيوناليتي فرونسيز الناس اللي كيتكلموا على اللوبينغ الناس اللي كيتكلموا على العلاقات الناس اللي عندهم العلاقات الاقتصاديه الناس اللي عندهم المصالح الاقتصاديه راه كانوا يجي يجيو في المغرب جا فرنساوي بحال هو اللي فاهم في اصغر مؤسسه سير عند اي مؤسسه حقا غادي يجي واحد السيد فرنساوي وكتلقى الاطور المغربيه تما مدوزه خيره شبابها ولكن حيت هو زعار وفرنساوي ويتخلص مزيان ويجي في البزنس كلاس ويجي في هذه ويجي في هذه ويجي في هذه وفي الاخر يا يقولها زوينه اذا صحيح الروح الوطنيه كاينه صحيح المقاومه الدبلوماسيه وحتى الدبلوماسيه كاينه ولكن خاص الاله كلها تشتغل وكل في المستوى اللي كيشتغل فيه دابا أه السؤال في نوفمبر 2019 تقدمت نفس التوصيه ضد الجزائر. اها نفس التوصيه اش ضد الجزائر. الجزائر ولات حبيبه فرنسا. أه. وحبيبه ايطاليا اللي صوتت ضدنا نعم ورئيسه الوزراء بل ان تبون ولات تكلم ناطق رسمي باسم أه. رئاسات الوزراء قوي والشراكات اذا اذا ياك هاد الجزائر في ديال 2019 اللي قلت عليها ان وضع اوضاع حقوق الانسان وكذا وتوصيه صوت عليها 600 600 مه. 611 اظن لا هما كيهيجوا عليه اليوم يهجو اشوف المشكل هي مشكله مصالح هذه واضحه والحمد لله المغاربه حنا بالنسبه لينا حنا ماشي غادي نجاوبوك حنا غنجاوبوك المغرب دار مسار حقوقي فيه شويه ديال السلبيات وفيه بزاف الايجابيات دار مسار على المستوى المؤسساتي هذا الشيء اللي تيدير المجلس الوطني حقوق الانسان و... وجنيف مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده ما تيقولش هذا الهدر اللي تقول اوروبا هذا هذا عمار. الهيئه ال... 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 شوف اللي عندها الوظيفه الحصريه في حقوق الانسان عمر كانوا كيتسناو الجواب المغربي على الدعوة القصرية للعودة إلى بيستار هذا الجزائر في 2019 عطاتهم جواب يقبلوا والادعاء الإدعاء الجواب المغربي غاز بالياسمين غاز بالياسمين الجواب المغربي تلقاوه جواب المغربي تلقاوه وسمح لي نقول لك واحد القضية البرلمان الأوروبي أساء هذيك القضايا بثلاثة اللي بنى عليها ذاك الترافع ديالو من حيث لا يدري أساء لها لأنه كانوا بزاف ديال المؤسسات والهيئات الوطنية ما كتدخلش كاع في ذاك الموضوع كتخليه اطار القضائي ولكن اليوم البرلمان بغرفته البلاغ ديالو يحدد الطبيعه القانونيه المرتبة. اللي المجلس الوطني للصحافه خرج كيحدد الاطار فانت بغيتي دير توصيه بتس. كل شيء واضح ما بقاش لينا الوقت كنظن الخلاصه كان خلاصة كان, كان آه في واحده من الخطابات الملكيه تكلم الملك محمد السادس على سيادة صحية والطاقية. لكن السيادة الصحية والغذائية والطاقية كنظن السيادة الحقوقية مكفولة بيان ماشي شغل الاتحاد الاوروبي وفي نفس الوقت بيناتنا. الاليات الوطنية ديال هادشي خاصها تشتغل بيناتنا خاصها تشتغل وماشي عيب الى رجع النقاش العام يونس وراه هذا هو المشكل راه النخبة 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 علاش كنسميها النخبه جبانه كل شيء رجع للور النخبه الوطنيه دير لنا نقاش حول الحاله الحقوقيه في المدينة. ما كيقدروش عندنا اليات وعندنا مؤسسات ديال الشيء عندنا المجلس الوطني عندنا المندوبيه عندنا الاحزاب وعندنا الفرق وعندنا لجنه العدل والتشريع وعندنا الجمعيات الحقوقيه وعندنا 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 الاشكال في المغرب هو انه يتخيل في هذا الانحصار النقاش بحال ما حنا في شي بلاد قمعيه الا راه عندنا نخبه ما قدراش تحمل مسؤوليتها وكتخلي الدوله دائما في المواجهه ولكن مع ذلك وبعض الملفات اخير دول اللي تم النفخ فيها واعطائها واحد لها علاش تنفخ في فيها يونس في خصها ترجع للحجم الطبيعي يونس علاش تنفخ فيها لأن لانه زكت. النخبه ساكته سكت. كتخاف يسبوها في الفيسبوك وحتى هذيك آه. النخبه غنقول لك اخير دوار راه كتشبه البرلمان الاوروبي لان حتى هذيك النخبه كتبرك حتى كتقرب الانتخابات عاد تتجبد هذيك الملفات أه. وكتقول لك انفراجة كذا كذا كتزايد بها في الوقت ديال الانتخابات وكتجيب الله كتجمع هذاك الموضوع انا كنعرف شوف كنعرف النخبه لا جمعويه ولا سياسيه كدير واحد الحاجه سميتها الترافع اللي عندك ملف عندك فيه مآخذ اخذ ولا عليه ما اخذ تترافع ماشي كتلوي كتضار مع الدوله شي دابا في التوصيات المغرب راه ما عنده حتى مشكل في المنظومه هذاك الموضوع خلينا من داك الشيء المغرب اي حاجة يمكن تلائم مع حقوق الانسان كونيا يديرها غير فرق بين نقوله نقوله للمغرب نوصي السلطات المغربية بانها تخوض بعين الاعتبار كذا وما بين نطالب ونملي على السلطات على كل حال شكون اللي دار انا بغيت نعطي اللاعب النظيف الصراحه لواحد السيد هو أه? عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أنا سمعت المداخلة ديالو اليوم في البرلمان في الجلسة الاستثنائية اللي دار البرلمان بمجلسيه وعاودت قريتها وصراحة راقني أنه دار لاعب نظيف مداخلة مغربية الدفاع على المغرب لا تقطار الشمع الحشير الهضرة لا حتى شي حاجة نقول لي ها الشابو ديالك تستحق جائزة اللاعب النظيف أنا متفق إيه بي جي دي ملي كيبغي يكون حزب وطني بعقله ورزين تيكون ملي كيبغي يدير البوليميك والفهلوة السياسية في إطار ردود فعل صغيرة لا تليق بحجمه وتاريخ كيخلق حول رأسه صورة سلبية وأظن أن الكلام ديال عبد الله بوانو هو حزب العدالة والتنمية الوطني اللي كنعرفوه خارج البوليميك والمزايدات السياسية واضح شكون بغيت بقى نعطي إن الاداء الجيد لرئيس الحكومه المغربي عزيز اخنوش المداخله ديالو في منتدى دافوس دابا هو ملي طلع حنا كنقولوا اش كدير باش تجيب لنا الفلوس والاستثمارات ياك كتعرف غير في الفلوس والاستثمار شنو ورينا الوزراء ما ما كيدوروش ما كيمشيوش يديروا لقاءات وحنا محتاجين الاستثمار منتدى دافوس هو اللي كيجيب لك كاع داك الشيء غتمشي تدور عليه كبريات الشركات الى غير ذلك واظن انه دار واحد المداخله جيده حضر عبد الاله بن في دورته كنظن ياك اه فاش هضر لهم على تحطوا لي الشراب في الطبله ديالي الا بغيتوني نتعشى معاكم ما تحطوش الخمر اما الا بغيتو تحطوا الخمر <applause> فانا غنتعشى بوحدي وبقى داخل في واحد العدد ديال الخبير والربيج وكنا وانتقلنا هذا لا جا ها الفرص اللي عندنا ها الاصلاحات اللي عندنا ها الامكانيات اللي كيفتحها المغرب كان خطاب اقتصادي محض للترافع حول الحظوظ والامكانيات الجديده اللي ديرها المغرب هو كيعرف يهدر في الاقتصاد وفي الماليه وفي الفلوس وخصو يدير وتفوق في هذا الشيء في منتدى دافوس انا لذلك إذ إيه... كنعطي الجيد اسمح لي عمر نعلق شويه عندك تعلق ولا صفرتي عليه لا لا يعني هو علق انا متفق معاه غير بغيت نزيد, نزيد نزيد على ما قاله يونس يونس دافقير في هذا الموضوع أه المغرب دار انتخابات طلع حزب سياسي هو دارت اغلبيه طلع رئيس حكومه معروف ملي كتقول اخنوش تقول الفلوس كتقول الاعمال كتقول الاستثمار كتقول المقاوله بحال ملي كتقول وليد الركراكي كان ديفونسور ملي ولا كوتش كتحس بالطبيعه الدفاعيه ديال المنتخب كيتقنها البلوك الله يرضي البلوك اذا السي عزيز اخنوش ما بغيناش يكون بن ما بغيناش يكون العثماني ما بغيناش يكون جطو ما بغيناش يكون عبد الرحمن اليوسفي لكل رجل لكل مرحله رجلها انت خاصك تبصم الوقت ديالك الولايه ديالك العهده ديالك بما انت عليه داكشي اللي كتعرف دير يعني خصني نشوف الاستثمار خصني نشوف انشاء المقاوله الصغيره خصني نشوف تشجيع الشباب ونعطيهم فرص خصني نشوف التعليم كيتاقلم مع سوق الشغل هذه هي البصمه اللي خصو يعطي عزيز اخنوشكا رئيس حكومه بما انه عطاه أعطي... من جائزه اللاعب أو الاداء الجيد نتمنى يمشي على الطريق سير سي عمر انا عجبني هذاك المداخله ديال نبيله مديبة اها في الجسد اليوم في الجسد اليوم في البرلمان جاتني بحال ذاك التراس الدراجه المداخله ديالها قمه في الوطنيه منوع شي واحد يعطينا الدروس يتدخل في شؤوننا الداخليه ولكن يمكن نقول رايي انا كفاعله واللي دائما تتقولوا من داخل المؤسسه وزوجات ما بين ما كنا دائما تطرحوا في البرلمان ملف الحقوقي وكان كان برلمان اوروبا تسمع غير نبيله تدخل في البرلمان ما يقولش الهضره اللي تيقولوها وبين موقفها بانه الله يا خويا نضربوا بيناتنا ونحلوا مشاكلنا بيناتنا ونتطوروا بيناتنا ولا يملي علينا احدا اوامره وقراراته الخلاصه وكان المنظر ديالها زوين وهي غادي للبرلمان انها كانت مزاحمه مع المواطنين في كازابور في لاكار مشات في الترام آه. ديال 12 قسمين انت قاعد أه ارصدها <ممم> <الأرض> الفار شديتيها في الفار في لاكار مشات في القطار آه. ما استعملاتش السياره ديالها هذا الفار نار في لاكار نار في وعبر القطار ما عرفتش واحد السيده واش نعطيها تسلل ولا بسرعه بسرعه الاخوه والله ما تفضل هذه فاطمه الزهراء المنصوري وزيره الاسكان وهي آه. كتهضر في جلسه برلمانيه خطبت البرلماني وقالت لهم ان اعتمادات ماليه ضخمه صرفتها الدوله من ضرائب المغاربه على الناس عندهم امكانيات باش يصلحوا ديورهم وعطاتهم المثال ديال السله وقالت حينما قمتم بعمليه الجرد على مستوى السله وجدت مجموعه من المنازل تعود ملكيتها الى اشخاص لاباس عليهم وعائلات معروف الدوله هي اللي كتجي تصلح لهم كنظن انه هو ضيف المسؤول هو بعد يسمي لينا شكون هما هادو ما يبقاوش الفاعل ما يطيحوش في الفخ ديال والحاجة... مم. والحاجه الثانيه هي شنو الاجراءات اللي درتي انت كمسؤول باش انك تصحح هذا الوضع وهاد الناس يرجعوا الحوايج اللي حصلوا عليها بطرق خير. اليونس دافكر عندي رساله العتاب بعد قبل ما نسالي خصني نوصلها لك. واحد من 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 لا ما نصفروا ما نعطيوك الصفره ولكن الرساله العتاب نبلغوها واحد من 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 الطلبه اللي سقطوا في في الامتحان ديال المحاماه ما عجبوش الحال انك ديك المره في الحلقه الاولى تكلمتي على انه الموضوع في الامتحان تعطى اكثر من حجمه وبانه بيد الجماعه قالك هادشي ما كاينش حنا مجرد ناس كنطالبوا بحقنا في تكافؤ الفرص هذا سي امين نصر الله انا بلغت عمر يونس دافقير ممكن يكون ضد حق اي انسان في انه يحصل على شغل وفي انه يرتقى اجتماعيا وفي انه تكون عنده فرص متساويه مع الجميع غير ربما انا كمتتبع كنشوف الامور في صورة أوسع أنت كتشوفها في الزاوية المهنية الخاصة بك أنا كنشوفها في إطار صورة أشمل بجميع الفاعلين ديالها وأنا ملي تنقول أن جماعة ركبت على هذه القضية ماشي غير على المحامات ماشي غير في الأساتذة في حسيمة في جرادة فهذا طرح دائما كاين وما تنقولوش بوحدي لذلك فأنني نقول جماعة ركبت فأنا ماشي تنقول أن هذه قضية <applause> لا تستحق ولكن تنقول أن الجماعة بركوبها على هذه القضايا تسيء وما كتخليها صافيه والا كانت تفهم من التصريح ديالي اي اساءه لهاد الشباب هادو اللي ما توفقوش في النجاح لسبب من الاسباب فانا كنسحبها وما عنديش مشكل نعتذر على هذا الرساله واضحه آه. خصهم يديروا كوزير شو شوف بدأ آه شوف كون شوف كيفاش شي شوف شوف آه عمر تعلم منك يا عمر شوف اي دابا ما وصلش شوف كيفاش اه عمر شوف شوف الا كانت فهمات غلط انا تنسحبها صنع انا اعتذر صافي خلي السيدي لا لا احنا احنا هدفنا ماشي نسيئوا حتى لشي حد ولا القاسم اذا كنحاولوا نتكلموا ب بكل الموضوعيه الممكنه وحتى الا كان تقديرنا خاطئ زعما ماشي نهايه العالم ماشي ماشي نهايه الكون انا عندي رساله ولا عدم واحد السيد من المتابعين قال لي غرفه الفار رساله للمسؤولين يديروا عقل عقولهم ويديروا الكبدة على البلاد والشعب راه والله عاملتي الشعب مزيان وقربتيه واخا غير بالكلمه الطيبه اقسم بالله ما تخلعك لا فرنسا لا الاتحاد الاوروبي لا امريكا واذا كان الشعب والمسيرين على قلب رجل واحد والله تيموتوا معك على حبه ديال الرمل مم. والله الا لخص كل شيء آه، سي, سي, سي جواد انا عندي رساله عاوتاني من واحد المجموعه وهي هذوك الموظفين ديال الجامعات الترابيه تفضل ايوا هذو راه زعما الى الى مشيتي لكل الجامعات ديال المغرب تتلقاهم خدامين بل هازين العمل الاداري ولكن خاص الوضعيه ديالهم حتى هي تحسن راه خصنا نفهموا بانه المعيشه ديال 2000 وديال ما قبل 2000 راه هي ماشي هي المعيشه ديال دابا صحيح صح وراه ما يمكنناش فوق ما نبغيو نزيدو شي جوج فرانك للموظف راه 90000 هادو نجبدو الكالكولاتريس ونبقاو فينا ستكلفنا راه كاين شي حوايج اللي يمكن تخطط لها أها تفتح ب... الباب ديال النقاش فيها وكاين حاجه اخرى خاي الرمضاني وهذه نقولها راه كاين اللي تيخدموا في جماعات موسمين خدامين موسمين راه ما عندهم حتى حق من الحقوق الاجتماعيه اللي تنبداو نتبجحوا بها في التلفازات مه. لا سي ان لا والو تيجي يخدم شهر ولا شهرين ولا الموضوع ديال لا سي ان خصنا نرجعوا ليه والله شي نهار شوف هار. الجماعه تيخدم وكذا ومن بعد الى مرضى ما عنده حتى حاجه الا اذا تولنا الله برحمته الله يرحمه القضيه ديال الحمايه الاجتماعيه وتعميم الحمايه الاجتماعيه يمكن يستفاد الرساله طيب. إن, شاء ان شاء الله شيخ المواطن بسرعه بسرعه أردت فقط أن تطلب منكم طلبا أصلا عن نفسي ونيابة عن أزيد من 90 ألف موظف جماعي يعانون في صمت في ظل الغياب قانون أساسي من قطاعهم م. تخيل ان مجموعه من الموظفين الحاصلين على شواهد عليا دكتوراه ماستر اجازه مرسمون في السلم السادس او السابع في حسن تقدير بالرغم من وجود مخرج قانوني لتسويه وضعيتهم وفق ظاهره 1963 الذي يعطي الامكانيه لتسويه وضعيتهم القانونيه نناشدكم فقط تسليط الضوء على هذه النقطه على ذكر آه على ذكر لاسينيس هذا انا بغيت نصيفط واحد الميساج للموظفين ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانه اللي في خباري هو انه من هذا العمل كامل الضخم اللي دار ديال الحمايه الاجتماعيه وانتقادات من رميد الى غير ذلك واحد الطاحونه ديال العمل ما يكون فعلا. على تحيه لهم لان هذا عمل اجتماعي كيدار وبالبعد الوطني السياسي كياخذ القرار الكبرى كيتنسب كي, كي ليه ولكن الموظف الصغير هو اللي كيدير كل شيء هو اللي كيلعب هو اللي تبارك الله عليكم يلاه خصنا نديرو شي تصفيق هادو غنديرو تصفيق على كل واحد كيخدم من نيتو تصفيق عليك نتايا ونديرو الصفاره على كل واحد كتاب بانديت شكرا على هذا الصفاره انا أمه. شكرا على هذا هذا هو العمل اليوم انا من زاكوره لهنا واش تخلوني نخدم ولا ما تخليونيش الله يهديكم يا عاد انا على الشيطان هذا هو الحق <applause> تاعنا <applause> والله <applause> العمل الشرعي ما عندكمش معاه انت كريم حد الشرعي الشرعي, الشرعي, شرعي شرعي الشرعي دائما احنا معاه العمل الشرعي دائما معاه مع الشرعيه ماشي مع الشرعي على كل حال الرساله كنظن توصل وكان هنا ملتمس الساده المتابعين اللي قلنا بانهم جزء من الفريق الاعداد مرحبا باي شكاوى باي مظالم باي تظلمات باي فيديوهات باي صور اي منكر بغيتوا تبلغوا عليه مرحبا بكم كتعرفوا حساباتنا على الفيسبوك من بعد ان شاء الله غادي يلقاو شي تقنيه ديال الواتساب باش تصيفطوا لنا مباشره ولكن انتم جزء من الفار والفار ما منه فرار لا فرار من الفار شكرا للحكم راه عندي واحد غادي نخدم في نخدم في الفيسبوك وغنخلي الاذاعه مع واحد الهدي اللي نخافو نخافو اش كيسميو هذيك الحقوق نخافو الحقوق على كل حال شكرا عمر الشرقاوي شكرا البحري الجميل شكرا يونس لفخر شكرا كريم نيسي وشكرا حفظ الرحيم وشكرا لي. شكرا لي رضوان الرمضاني وشكرا للمتابعين شكرا بزاف 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 على التفاعل ديالكم وشكرا سامي عارف غادي نقول لكم بالسلامه في الفيسبوك الناس اللي مازال معنا في البث الاذاعي غادي كاين واحد الاهداء بسيط الناس الاتحاد الاوروبي واخا ما كيفهموش داكشي القديم ولكن كاين اللي يترجم ليهم وهذه لكل واحد مازال ما, ما عرفش شنو هو المغرب وشنو هو المغرب وشنو يقدر يدير المغرب سمعوها وتاملوها واللي ما عجباتوش يتالم في صمت والسلام عليكم